ما لمجموعة الأساتذة الموجودين معانا، يمكن ما كلهم بيعرفوا دكتور عمر. فجد أنا يمكن ما كنت يعني جاهز لأنه أحضر الكورس ده، لكن عارف إنه الكورس بتاعتك بتاخد وقت لحد ما أنت تجهز الكورس الثاني، فقلت صالحة طيبة إنه آخذ الكورس ده على في الوقت المحدد ده، وإن شاء الله يعني ما في حاجة على العلم كبيرة يا دكتور عمر، وأنت في كل المجالات يعني. أكيد يا دكتور، الله يحفظك إن شاء الله. أشكرك يا أبا على كلماتك هذه، إن شاء الله ربنا يجعلنا عند حسن الظن عند الآخرين. طيب بدأت التسجيل أستاذي، نعمل لكم ريفريشمنت سريع. التسجيل أوكي، حالياً المحاضرة مسجلة. تكلمنا عن الدائرة المحاسبية وبدأنا قلنا عندنا أهم شيء اللي هي الثلاثة، هذه السيستم والدائرة المحاسبية. للناس اللي ما حضروا أو حضروا على اليوتيوب، فالدائرة المحاسبية احنا بدأنا حاليا نحن في مرحلة المعاملات، وحددنا المعاملات اللي هم ثلاثة أنواع. المعاملات الخاصة بالتشغيلي، والخاصة بالتمويلي، والخاصة بالاستثماري. المعاملات الخاصة بالتشغيلي هي العمليات اليومية اللي هي بتاخد جزء كبير جدا من العمليات، اللي هي البيع، الشراء، التحصيل، هذه العمليات. والعمليات التمويلية اللي هي بالذات اللي هي خاصة بشراء وبيع الأصول ثابتة والاستثمارات، والعمليات التمويلية اللي هي متعلقة بالتمويل طويل الأجل اللي هو بالتحديد من حقوق الملكية والقروض. هذول يعني لاحقا هنجمعهم كلهم، المعاملات هذه في البالانس شيت، في الانكم ستيتمنت. العمليات التشغيليه اللي هي الاصول الكرنت والكرنت لايبيليتي، دي العمليات التشغيليه. الكرنت اسيتس هي عباره عن تبدا من المخزون، دائما نتذكرها هكذا. احنا بهمنا جدا في الكرنت اسيتس ثلاثه عناصر، اللي هم المخزون اللي بنشتريه ونخزنه، نبيعه للعملاء ونحصله من العملاء في شكل كاش، وندفع للموردين موردي الخدمات وموردي البضائع. خمس حسابات مهمة جدا اللي هي في الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي: الانفنتوري، الاي ار، و الكاش يلفي الكرنت اسيتس، والاي بي الاكونتس بيبل، والاكروال دول في الكرنت لايبيليتي. هذول الحسابات الخمسه من اللي هم اللي فعلا اي بزنس لن يستغنى عنهم، وهم اللي محركين لكل العمليات البزنس. هي العمليات الاستثماريه اللي هي شراء الاصول الثابته والاستثمارات، وتجي العمليات التمويلية اللي هو اللونز وحقوق الملكية. ودول اللي هم العناصر الرئيسية اللي موجودة في البالانس شيت. طبعا تكلمنا عن المستندات المحاسبية دي اللي هي العملية بتاعت توثيق المعاملات في البيزنس، تكلمنا عن عدة أنواع منها. بعدين ادخالها في النظام المحاسبي بوستنج، وأعطينا فكرة مبسطة عن دليل الحسابات. دليل الحسابات دائما بيصمم على شكل هذه الكرنت اسيتس، نون كرنت اسيتس، كرنت لايبيليتي، نون كرنت لايبيليتي، اونرز ايكويتي، ريفينيو، اكسبنسز، وهكذا. وطبعا بعد ما نرحلهم، نحن الحين في مرحلة
الريكوردينج أو التسجيل المعاملات هذه في النظام المحاسبي. نظام المحاسبي قلنا دائما أي سيستم أي شركة لن تستغنى عن النظام الرئيسي اللي هو الجي إل والنظم الفرعية اللي هو الموديولز الفرعية يسيب أقول له معارف إيش والأشياء زي هذه. وقلنا العمليات اللي هي عمليات تشغيلية تتمثل في عمليات الشراء نشتري بضاعة معناها المشوف في الحسابات مين اللي بتأثر لهم البضائع والأكاونتس بيبل. نشتري خدمات هي دائما اللي هي اللي استهلك هذه الحساب الرئيسي اللي بتأثر المصروفات والأكرود لابيليتي في عمليات الشراء زيها زي أي تاجر آخر. في عمليات البيع اللي هي بتبيع بضاعة والقيود اللي قلنا المتعلقة بعمليات البيع قيدين رئيسيين مع كل عملية بيع هذول يعني ثابتين. لما تبيع القيمة البيعية بتسجلها على الـ AR وبتسجلها Sales وبتطلع البضاعة من المخزون في شكل Cost of Goods Sold وبتتأثر تاني الحساب إيش؟ الانفنتوري. فأنت كل عملية بيع معناها بتأثر على أربعة حسابات. طيب عداك إيش؟ عمليات التحصيل العمليات النقدية تجد تكمل هذه المعاملات. وكل المعاملات عمليات البيع وعمليات الشراء هذول كلهم بنسجلهم بناء على مبدأ الأكروال. خلي بالك بناء على مبدأ الأكروال بغض النظر عن الكاش. يعني لما أسجل عملية البيع ماذا أعني بالاستحقاق؟ هل أنا استحقيت القيمة البيعية؟ بحسب المعايير عندك شروط معينة إذا استوفيتها بتكون أنت استحقيت عملية البيع وسجلها على الـ AR ولصالح المبيعات. وفي نفس الوقت بتطلع دي من المخزون بتطلعها على cost of goods sold. فدي الأكروال. في العملية الثانية اللي هي اللي تكمل العمليات اللي هي العملية الكاش اللي هو التحصيل القيمة اللي انت بيعتها من العملاء دول وتسديد للموردين موردي البضاعة وتسديد لموردي الخدمات. زي ما شفنا هنا اللي هي في الفلو هذا. طبعا ما في سريع لأن الكلام ده كله كان موضوع المحاضرات السابقة. الافي بنشتري يتحول الى مخزون يباع يتحول على الكاستمر. في عملية التحصيل من الكاستمر يتحول الى كاش. الكاش بعد ذلك بندفع للموردين. فدي الدائرة الرئيسية اللي هي بتاعت buying and selling. فقط buying and selling بضائع نجي نشوف اللي هو شراء الخدمات. خدمات طبعا بشتريها بستهلكها ما ببيعها. اللي هو في هذه الحالة المورد الرئيسي للخدمات هو الأكروال. ليش نحن بنقول الأكروال؟ لأن أنا هذه الخدمات عندما استلمها بشيكها وبسجلها أكروال. يعني الالتزام بتاعي أو المورد بتاعي هنا بقول إيش؟ أكروال. والأكروال أنت ممكن تسميها حسب نوع الخدمة أكروز سالاريز أكروز. بمجرد ما ألقى أكروز سالاريز أفهم منها أن هذه لايبيليتي عليك مقابل رواتب لم تدفع. عندنا خدمات بنستهلكها تمشي expenses. طبعا الخدمات ما بترجع لي كاش. لذلك أنا بستغل الكاش لدفع لموردي الخدمات. يعني الموضوع يعني بشتري اثنين مخزون وخدمات تجي العمليات الاستثمارية. كل العمليات من هنا ورايح كل العمليات نقدية. معناها الجانب الثاني فيها هو إيش؟ الكاش. العمليات الاستثمارية اللي هي إما شراء وصول
بيستخدمها في البيزنس، وهذه نحن بنسمي عليها ايش؟ فيكس اسيتس، او زي ما بيقولوا الجماعه بروبرتي بلانت اند اكويبمنت. ليتر اون حنجي نتكلم عنهم بالتفصيل، هذول الاصول الثابته. النوع الثاني من العمليات الاستثماريه هو الاستفاده من شراء اصول لكي استفيد من دخلها او الزياده في قيمتها. هذول ديفينيتلي الطرفين فيهم هم ايش؟ اساس نقدي. اساس نقدي، اساس نقدي معناها احد الاطراف كاش. والعمليات الاستثماريه هنا تتكون من شراء وبيع اصول، لكن بيع الاصول ليس من ضمن النشاط، ليس من ضمن النشاط الرئيسي، لكن هو ايش؟ عمليات استثماريه. ليتر اون حتيجي تشوف اللي هو حيولد لي يجيب لي كاش في حاله بيع الاصول، وياخذ مني كاش في حاله بيع، في حاله شراء الاصول. طيب شراء الاصول معناها احد الطرفين كاش، والطرف الثاني اما الفيكس اسيتس او الانفستمنت. عشان دائما عشان انا بقول الكلام ده للتمهيد للقيود الديبت والكريدت. العمليات التمويليه ده النوع الثالث من العمليات، اللي هو الحصول على تمويل مبالغ نقديه لتمويل عمليات المنشاه. التمويل دائما بيكون اما من المالكين او من المؤسسات التمويليه، وايضا هذه العمليه ايش؟ نقدي، اساس نقدي. طيب العمليات التمويليه، العمليات التمويليه ايضا اما تجيب لك كاش ان او تاخذ منك كاش. فالكاش اما انفلو او اوتفلو. فلما يكون العمليه التمويليه كاش ان، معناها عندي كاش، احد الاطراف كاش، والطرف الاخر طالما واحد سلفك، الطرف الاخر لايبيليتي بشكل ايش؟ لونز او بوند. طبعا هنتكلم لكم عن البوند، السندات، ده في حاله انه كاش جاني ان. هذه التمويل يجب انه اسدده. سدده معناها كاش اوت، وتنعكس معاك العمليه هنا كاش ان، هنا كاش اوت، هنا كاش ان، وهناك كاش اوت عندما تسدد. لكن النقطه الرئيسيه ان هذه العمليه احد اطرافها ايش؟ الكاش، والطرف الثاني اللون، سواء كانت لون لايبيليتي عند استلام الكاش او لون بينقص في حاله اسدد اللون. قلنا بنسجل رئيسيا في سبعه تصنيفات، ودول يعني انا عايز دول لازم تعرفهم عن ظهر قلب، يعني assets, liabilities, equity, revenues, expenses, gains, losses. هذول التقسيمات الرئيسية في داخل القوائم المالية. وداخل هذه التقسيمات بتجي تقسيمات الأصول، تقسيمات liabilities، تقسيمات current non current، معارف إيش، وحقوق الملكية. هذول البالانس شيت. هذول البالانس شيت او قائمه اللي بتوضح لك الاصول وحقوق الملكيه. ريبورت يجهز من السيستم. التقسيمات الاخرى اللي هي ريفينيوز، اكسبنسز، جينز ولوسز. لاحظ هذول ليسوا اصول وليسوا التزامات، وانما ايش؟ ريفينيو معناها الدخل من النشاط الرئيسي. ده النشاط الرئيسي اللي انت شغال عليه. بتبيع ثلاجات معناها مبيعات الثلاجات، او الايراد اللي جالك من مبيعات الثلاجات. الاكسبنسز معروفه اللي هي طبعا قسمناها لعده انواع من المصروفات، هي المصروفات اللي تدفعها لغرض انك تمشي البيزنس. الجينز المكاسب دي بتجيلك ليس من النشاط الرئيسي، ولكن بتجيلك من انشطه فرعيه اخرى بتحصل في البيزنس ليست بصفه مستمره،
وأشهرها اللي هو بيع أصول ثابتة. البزنس بعد ما يشتغل بالعصر في نهاية عمره ممكن يبيعه، فلو باعوا بقيمة أعلى من تكلفته بيحصل عملية مكاسب، أما لو باعوا بقيمة أقل من تكلفته بتحصل عملية خسائر. فهنا ده اللي هو بنلخص فيهم السبعة. وجينا بعد ذاك إيش قلنا؟ الديبت والكريديت. الديبت والكريديت تكلمنا عن أنه الديبت والكريديت هو عبارة عن فرعين من المعاملة أو أي معاملة في الدنيا هذه اللي هي في الاكاونتينج سيستم، يكون فيها على الأقل طرفين، على الأقل طرفين، والطرفين هذولا ممكن يكونوا إيش؟ ممكن يكونوا أي من هذه السبعة، أي من مكونات هذه السبعة. مكونات هذه السبعة اللي هم الأسيتس، لاحظ الأسيتس فيها الكاش. الكاش هذا ليس شخصية اعتبارية، ليس شخصية عادية، وإنما إيش؟ الكاش هذا عبارة عن حساب أنا بفتحه لكي أسجل فيه حسابات الكاش. الليبيليتيز هي عبارة عن سوري، المخزون هو عبارة عن حساب أيضا عندي أنا بيقابله فيزيكالي أو عينيا بيقابله القطع بتاعة المخزون اللي أنا مخزنها في المستودع. لكن أنا عشان أتابع المعاملات اللي فيه بقيمة مالية بفتح حساب في المخزون. فإذا المخزون عنده حساب في الجي ال بالتابع لهذا المخزون. ريسيفابل من الأسيتس أيضا هي عبارة عن حسابات أنا بفتحها لحسابات العملاء، وقلنا إيش ممكن نفتح لها حسابات في موديل فرعي. تجي الليبيليتيز زي ما قلنا الاي بي والاكروال والاشياء اللي زي هذه، الاونرز ايكويتي زي ما عارفين، الريفينيوز والاكسبنسز كل واحد من دول بفتح له حساب. لما اجي اسجل المعامله اكيد حلقى المعامله دي بتاثر على الاقل على طرفين. نحن تعرفنا انه نعمل ايش؟ نقول ديبت وكريدت. انت عشان تفهم الكريدت، الكريدت امره سهل جدا. الكريدت هو عبارة عن يعني المبلغ اللي أنا عايز أسجله كريديت، معناه أنا عايز أسجله لصالح طرف ما، لصالح طرف ما له، زي ما إحنا بنقول بالعربي له. فهم هنا بجي بشوف إيش مين اللي في قوائم المالية دولة اللي دائما بيستحقوا مبالغ لهم لصالحهم. لصالحهم اكيد مين؟ الليبيليتيز دائما بتسجل المبالغ دي ايش؟ لصالحهم. حقوق الملكيه دائما بيسجل لصالحه، وفي مين؟ في حسابات الشركه. لذلك حسابات الجانب هذا اللي هم جانب الليبيليتيز والاونرز ايكويتي، هذول الجانب ده جانب الكريديت، ده أنا بسجل المبالغ دائما هم اللي عايزين مني. هم المبالغ لما أجي أستلم منهم خدمة، أستلم منهم خدمة، أستلم منهم بضائع، أستلم منهم مبالغ، بسجل القيمة دي لصالحهم في دفاتري. بقول له معناها إيش سجل لصالحهم؟ معناها بعملها إيش؟ بعملها كريديت. كريديت كريدت لصالحهم. جاني قرض من البنك، البنك لايبيليتي علي، بقول كريدت اللون. كريدت اللون، كريدت اللون معناها ايش؟ معناها لصالح اللون، لصالح الطرف الذي اعطاني اللون. فطالما هذا كريدت معناها عندنا لما اجي ازيد في حسابه اسجل لصالحه بجعله كريدت، والعكس لما اجي انقص من حسابه، لما اجي انقص من حسابه بعمله ديبت. لذلك دائما الحساب بيكون في شكل، نحن زمان تعرفنا عليه، الحساب بيقول لك بيكون في شكل تي اكاونت. تي اكاونت يعني ايش؟ تي شكل تي في الجانبين، في
يعني بالعربي بنقول هنا الدائن، بنقول هنا المدين، في الإنجليزي بنقول كريديت، وهنا بنقول إيش؟ ديبت، مدين ودائن. أي حساب بفتحه بقول حساب اللون، حساب للون. طيب استلمت لون، معنى أنا بسجل لصالح، معنى بسجله هنا، استلمت لون 100,000. طيب سددت لون، عشان أنا إذا كان ما سددت لون بجي بعمل بلص للحساب ده. بلص معناه شنو؟ بشوف الرصيد، بجمع الجانب المدين كله، كل المعاملات اللي حصلت في الجانب المدين حاصل جمعها 100,000. سددت له بجعله مدين ديبت، بجعله مدين. سددت منها مثلا 20,000، يعني كده بشوف الحساب هذا. الجانب الدائن معناه قروض جاتني أنا، الجانب المدين معناه إيش؟ أنا حاجة سددتها. فالمدين والدائن هنا في هذه الحالة بجمع المدين وبشوف المين فيهم الأكبر، 100 ناقص 20 الرصيد 80,000. الآن بقول لك طيب رصيد 80,000 مدين ولا دائن؟ مين فيهم الأكبر؟ الأكبر دائن. عم أقول هذا الرصيد إيش؟ دائم. في الغالب اللونز واللايبيليتيز دائماً طبيعة رصيدهم إيش؟ دائم لي. لا يمكن يعني نادراً، بعض الأحيان نادراً مثلاً ما يكون رصيد اللايبيليتيز إيش؟ مدين. طيب الأونس إيكويتي، أونس إيكويتي ديفينيتلي ده أنا بفتح لهم حسابات في 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 الشركة عندي. ما هي الحسابات التي تخصهم؟ حسابات التي تخصهم أول حساب اللي هو رأس المال. أنا أتكلم عن الأونس إيكويتي، رأس المال اللي هو الكابيتال، رأس المال الذي تم ضخه أول، فبسجل لصالحهم، بيظل هذا المبلغ لصالحهم، لصالحهم معناها كريديت. رأس المال هذا أصلا، حساب رأس المال هذا أصلا نادرا ما إيش؟ نادرا ما ينقص، نادرا ما يعني ممكن يتخفض، لكن نادرا ما يتخفض. أيضا من ضمن حقوق الملكية حقهم اللي هم الريتيند إيرنينجز، ريتيند إيرنينجز اللي هو عبارة عن الأرباح المجمعة، أو بيسموها الأرباح المجمعة، بيسموها الأرباح المبقاة، بيسموها معارف إيش. فدي عبارة عن إيش؟ عبارة عن لما يحصل بيزنس، يعني عمل إيرادات ومصروفات، بنطرحها لمصروفات من الإيرادات، بتبقى معايا الربح. الربح ده ببقيه لهم هنا لصالحهم في حقوق الملكية تحت حساب اسمه الريتيند إيرنينجز. ممكن من هذا الحساب أنا أوزع لهم أرباح. أيضا ممكن بعدين حتعرف اللي هو ممكن يكون في ريزيرفات احتياطيات، في معارف إيش، الاحتياطي القانوني، الاحتياطي، هذا بسجله أيضا لصالحهم. حقوق الملكية الريتيند إيرنينجز حطالما حساب دائن مستحق لأطراف للمالكين، إذن هو حساب دائم. هذا الحساب الريتيند إيرنينج بيزيد بالأرباح وبيتخفض بإيش؟ بالتوزيعات، فبيكون إيش؟ متبقي منه. فنحن بنسجل في حقوق الملكية. إذن خلصنا إيش؟ الجانب الدائم. ما هي الأشياء اللي تمشي في الجانب الدائم في الميزانية، في الميزانية العمومية؟ نجي نشوف ما هي الأشياء اللي طبيعتها دائنة في قائمة الدخل. أنا بشوف الأشياء هذه، هذا اللي هو أنا التفصيل اللي عشان أشرحها لك بطريقة مبسطة عشان تفهمها مضبوط. بقول لك اللوجيك أو المنطق
أنه المبيعات سيلز كريديت. ليش السيلز كريديت؟ أنا بنظر لها من ناحية مين؟ من يستحق الإيراد الذي جاء من المبيعات؟ هذا الإيراد يستحقه طرف ما، اللي هو معناه طالما بيستحقه طرف ما معناه هذا الإيراد أنا بقول عليه إيش؟ كريديت، وبسجله في حساب المبيعات عشان الأونرز في النهاية إذا قالوا لي كم نحن مبيعاتنا بقول لهم والله مبيعاتكم 100 مليون كريديت، كريديت لصالحكم. الإكسبنسز، الإكسبنسز قبل الإكسبنسز، طيب دي المبيعات، مرتجعات المبيعات هعمل ديبت للمبيعات عشان أنا ما عايز أزيد المبيعات، عايز أخفض المبيعات. فإذا كان عملت حساب لمرتجعات المبيعات بعمل إيش؟ ديبت. طيب الإكسبنسز، الإكسبنسز إذا كان المبيعات لصالحهم معناها رصيد الحساب المبيعات يجب أن يكون كريديت. الإكسبنسز رصيد بتاع الرصيد المفترض يكون ديبت، ديبت لعناها عليهم ليس لهم، ديبت. فإذا هنا الأسيتس ديبت، لأنه إيش؟ الأسيتس هي في النهاية زي اللي كان أنا بقول للأسيت أنا عايز منك الكاش، بقول له أنا عايز منك هذا المبلغ، لأنه طالما شرحنا الليابيليتي كريديت الأسيت عكسها، الليابيليتي كريديت حقوق الملكية كريديت، الريفينيو كريديت، الإكسبنسز ديبت، الأسيت ديبت، الجينز، الجينز طالما هي لصالح مكسب، مكسب معناها كريديت، اللوسز ديبت. فهنا ايش لما اقول لك ديبت وكريديت معناها اتوقع هذا الحساب طبيعته او رصيده دائما يكون حسب ديبت او كريديت. فالموضوع بتاع الديبت والكريديت يعني كيف بتسجل المعامله، اذا كان عايز تتذكر بالانجليزي، لو عايز تتذكر الأرصدة أو الحسابات اللي رصيدة مفترض يكون ديبت، تذكر إيش الديل، الديل اللي هو إيش الديفيدنس، توزيعات الأرباح، الإكسبنسز، الأسيتس، اللوسز. زي ما هنا جبناها، جبنا هنا ثلاثة، الأسيتس ديبت، الإكسبنسز ديبت، losses debit. ده نتذكرهم بايش؟ نضيف لهم حرف الدي يبقوا معي دي ديل. طيب ماذا عن الارصده اللي الارصده يعني ماذا عن الحسابات او انواع التقسيمات اللي رصيدها كريديت اللي هم قلنا ايش؟ بنات الجيرلز اللي هم الجينز والانكم الريفينيوز الليابيليتيز الستوك هولدرز ايكويتي، هذول ايش؟ دائمين. طبعا اكسبنسز ديبت بالانسز ريفينيوز كريدت بالانسز ما عارف ايش، وتكلمنا عن الحسابات اللي ممكن انت تفتحهم عندك، ممكن تفتح حساب الكاش، تفتح اكونت ريسيفبل، مرشندايز، سبلايرز، بريبيد، لاند، بيلدينجز، الاكيوميليت ديبريسيشن، اكويبمنت، اكيوميليتد، دول ايش؟ دول اسيتس، دول اصول. الكاش بفتحه عشان اتابع له حساب الكاش. اكونت ريسيفبل، خلي بالك اكونت ريسيفبل ده حساب عشان اتابع له حسابات العملاء اللي انا عايز منهم قروض. مرشندايز او مرشندايز اللي هو البضائع، مخزون البضائع ده اصول. سبلايرز اصول، اللي هم سبلايز، سوري مش سبلايز، سبلايز، بريبيد انشورنس، الاراضي، المباني، دول كلهم اللي هم نحن بنستخدمهم في البيزنس. اكثر حاجه المتحرك منهم مين؟ المتحرك منهم هذول الثلاثه اللي هم الكاش والريسيفبل
والإنفنتري، هذول أكثر حسابات متحركة عندك يعني يوميا بتتغير. والحسابات السبلايز أيضا لأنه من ضمن المخزون، البريفيل تتغير، اللاند والبيلدينج هذولا يعني القيمة اللي بسجل بها الأصل لما استلمه أول مرة بتظل عندي في دفاتري بنفس القيمة. وده العيب الكبير اللي الجماعة انتقدوا له المحاسبة، قال لك اللاند مثلا عندما تشتريها مثلا اشتريتها قبل 10 سنوات بخمسة مليون مثلا، 5 مليون جنيه سوداني بالسعر الجديد يعني 5 مليار. في هذه الحالة طبعا الأراضي الحين بمليارات المليارات، ففي هذه الحالة بسجلها بهذا السعر يسموها الهيستوريكال كوست، وبيظل في الدفاتر بنفس القيمة. فالجماعة انتقدوهم قالوا لك يا أخي قوائمك المالية الأراضي المسجلة فيها هذه قيمتها قديمة ما بتعكس ذلك الوضع الحالي. لكن ناس المحاسبة طبعا المعايير الحالية لجأت لأنه سمحت للجماعة أنه يعيد تقييم الأصول. طبعا دي كلها حنتكلم عنها في المستقبل، لكن حاليا الغرض من الشرح أنه تفهم ما هو الحساب، نفتحه ليش، طبيعته ايش، مدين دائم. الحساب المباني فأنا بسجله أيضا بالتكلفة التاريخية وبيظل بنفس هذه التكلفة. طيب المبنى هذا قيمته بتنقص مع الاستخدام، لا يمكن تخليه لي بنفس التكلفة التاريخية. طيب الحل، المعايير المحاسبية لا تسمح لي أن أخفض هذه القيمة، قال لك سجلها لي في دفاترك بالتكلفة. طيب أنا عايز أحسب قيمتها بعد الانخفاض، قال لك لا، ألجأ لأسلوب آخر، افتح حساب ثاني سميه الاستهلاك المتجمع. عشان إيش؟ عشان في النهاية تشبريه التكلفة كم؟ يعني واستهلكت منها حتى اليوم كم؟ استهلكت معناها الانخفاض في القيمة بكم انخفضت. فأنا مثلا إذا اشتريت بيلدينج قبل 10 سنوات وناوي أستخدمه 15 سنة معناها وبستهلك سنويا مثلا 1,000,000 من 15 مليون، اشتريته ب15 مليون، معناها بعد 10 سنوات بكون أنا تكلفته 15 مليون كما هي، المستهلك منها المجمع 10 مليون. لذلك بعد 10 سنوات أنا بقول لك تكلفته 15، استهلكنا منه 10، صافي القيمة التي لم تستهلك اللي هي 5. لذلك أي حساب أصل مربوط مع مجمع استهلاكه عشان نعملهم الريبورتينج مع بعض، عملهم ريبورتينج مع بعض، نأخذ التكلفة نخصم منها مجمع الاستهلاك عشان يجينا بزنحة بسميه صافي القيمة الدفترية. وصافي القيمة الدفترية تمثل المبلغ الذي لم يستهلك بعد. طيب الليابيليتيز، الليابيليتيز اللي هو الالتزامات اللي عليك، ممكن تفتح نوتس بيبل. نوتس بيبل معناها دي الكمبيالات، الكمبيالات اللي انت بتكتبها للآخرين. طيب الكمبيالات اللي هي اللي انا بستلمها من الآخرين بيسموها ايش؟ نوتس ريسيفابل. اما الكمبيالات اللي انا بكتبها للآخرين بسميها نوتس بيبل. نوتس بيبل معناها انا قررت انه هذا معناها الطرف الآخر هو دائم لي، عنده يعني التزام علي انا. اكاونت بيبل هي حساب الموردي البضائع الملموسة. الأذر بيبول اللي هو ويدجز بيبول تقولنا اللي هو الرواتب المستحقة أو الرواتب الانترنت بيبول العمول المستحقة، الإيرادات غير المستحقة،
المورتج لون، دول كلهم لايبيليتي. زي ما عارفين اللايبيليتي عباره عن ايش؟ كريدت، رصيدها كريدت. الكابيتال الاونرز ايكويتي من ضمن حساباته اللي هم الكابيتال، راس المال الذي تم ضخه خلال الشركه، خلال يعني المساهمه الاولى، بلس الايرنينجز اوف ذا كمباني، الايرنينج اللي هو الريتيند ايرنينج. دول اللي هم ايش؟ بيكونوا دائنين لصالحهم. اما المدين اللي هو الدروينج، نحن نسموها مسحوبات الشركاء او مسحوبات المساهمين، المسحوبات دي فقط بتنطبق في حاله الشركات الخاصه. اما شركات الببليك، شركات العامه، المساهمين بيكونوا يعني شريحه كبيره جدا من المساهمين، لن يسمح لهم بالتدخل في اعمال الشركه الا في نهايه السنه، يعني يصوتوا على القرارات الاستراتيجيه. لكن هم المساهمين هذولا بيوكلوا مجلس الاداره، هو الذي يقوم باداره الشركه نيابه عنهم. هذول المساهمين اللي هم بنسميهم، هذه الشركات المعروضه للعامه بنسميها public company، وشركات يا دكتور عمر ما في صوت، ما سامعينك دكتور عمر، ما سامعينك نحن. دكتور عمر طلع، دكتور عمر طلعت انت من ال يا دكتور استاذ عمر شكله ما سامعنا وطلع من الشاشه بالمره ولا كيف؟ احاول اكلمه تليفون ان شاء الله. شايفه قال الجهاز قطع كهرباء، قال الجهاز قطع كهرباء برجع لك. جهاز قطع كهرباء دي كيف؟ والله ما اعرف، شايفه رسل في الواتساب بس، رسل في الجروب. يكون ناسي المفتاح الكهرباء يمكن اوف ولا حاجه. تمام. رسل في الجروب، اوكي. ما كان خاطي الجهاز على الشاحن مباشر يعني. ايوه يكون كده، شكله كده. معتمد على البطاريه ولا حاجه والبطاريه فضت. اي نعم. طاهر ممكن تحط الريكوردينج فولد؟ صح كلامك. ستوب ريكوردينج ولا بوز؟ ها في هو بوز، بوز ريكوردينج صح؟ حاجه زي دي. في بوز، في بوز، في ستوب. فانا هعمل بوز. بوز لا عندك بوز وستوب، اعمل البوز. اي نعم بوز. اوكي مشكورين، مشكور باشمهندس ابو بكري برضه. بكري ده مدير الاي تي عندنا.
اوكي ممتاز ما قصر لك. عندي غلطته هو انه الجهاز غلطتي انا سبحان الله يعني كل يوم انا كنت شغال به وجيت على طول نزلت بسم الله. فانا هتكلم عن حقوق الملكيه اللي هم التوزيعات الملكيه بنجمع لهم والدروينج. قلنا الدروينج هذه بتحصل في الشركات الخاصه لن تحصل في الشركات العامه البابليك كومبانيز. يعني المسحوبات الخاصه دي بتحصل عندنا بتقابلك الشركات في شركات المنطقه الخليج والسودان كل الشركات اللي هي شركات خاصه. طيب الريفينيوز والاكسبنسز ممكن نفتح حسابات للايرادات. الريفينيو زي ما قلنا اللي هو دائما الاكسبنسز ديبت expenses debit و بايش باللغه العربيه الاصول debit مصروفات debit التزامات credit دائنه حقوق الملكيه دائنه ايرادات دائنه نجي بعد ذاك ايش نشوف المعاملات هذه بناء على المدين والدائن المدين والدائن. بالنسبة لك أنت كمحاسب أول حاجة لما تجي تعمل أي قيد في قيود ثابتة. بعد شوية أنا بقول لك القيود الثابتة دي يعني ما تحتاج أنك أنت تبذل فيها مجهود. يعني معروف المدين ومعروف الدائن. فأنت لازم أول شيء تحدد المدين والدائن. نحن عندنا عمليات الشراء. بنشتري قلنا بضائع وبنشتري خدمات. الخدمات البضائع بتمشي على المخزون. طالما المخزون اصول بقول من حساب الاصول من حساب المخزون. طيب المورد هو ايش؟ مورد دائم بالنسبه لي في هذه الحاله. طالما بقول ايش؟ الى حساب المورد. القيد ده ثابت. هذا القيد ثابت. يعني حتى المبرمجين زي الدكتور ابراهيم بيعملوا على طول بيقول من حساب المخزون لحساب المورد. وبتعمل لما البضاعه يستلموها ديبت كريدت. حتى المحاسب ذاته ينسى القيد هذا. طيب عمليات شراء الخدمات. الخدمات ليست هي من النوع الذي يمكن تخزينه. ولذلك هي بنقول عليها ايش؟ اشياء مستهلكه. اشياء بتمشي مصروف. طالما مصروف بسجلها لمين؟ ما بسجلها الى اكونتس بيبل. الاكونتس بيبل ده حساب مورد البضاعه. اما هنا بقول عليها اكلود. تفتح حساب اي اكلود. عايز تحسب الالتزام المستحق عليك مقابل الرواتب بتقول اكلود سالاريز. عايز تعمل التزام عليك مقابل الضرائب قول اكرود تاكسيز. لكن الجانب الثاني فيها ايش؟ طالما هذا التزام معناه دائم. الجانب المدين اللي هو ايش؟ من حساب. لاحظ شوف هنا اكثر الحسابات اكثر عدد من الحسابات اللي هو ايش؟ مصروفات. أكثر عدد من الحسابات اللي هو المصروفات. يعني المصروفات تلقاها كمية ضخمة جدا من الحسابات. من مصروفات الموظفين إلى مصروفات ما عارف إيش، دي كلها بتعملها من حساب المصروف إلى حساب المصروفات المستحقة إلى حساب المورد إلى حساب اللي موردين الخدمة. شايف؟ طيب عمليات البيع. البيع لما ابيع قلنا ايش؟ في قيدين بيتعاملوا. قيد اسجل فيه القيمه البيعيه وقيد اطلع فيه البضاعه من المخزون. وقال ايضا من القيدين من القيود الثابته. الكمبيوتر ذاته لو سالته يقول لك انا عارف القيد ده. القيد ده بعدي على الكمبيوتر يعني في اليوم يمكن
على قبل عدد المبيعات اللي الفواتير المبيعات المصدرة. بيقول ليش؟ من حساب العملاء إلى حساب المبيعات بالقيمة البيعية، وفي نفس الوقت بيطلع قيمة المخزون اللي بيعت، عشان كده بنقول عليها إيش؟ تكلفة مبيعات. فبيطلعها إلى حساب المخزون. إلى حساب المخزون ليه؟ لأن المخزون أصول ديبت، لما نجي نخفض منه بنعمله كريدت. تكلفة المبيعات نوع من أنواع المصروفات، نوع من أنواع المصروفات. طالما هي نوع من أنواع المصروفات معناها لما أجي أزيد المبلغ اللي فيها بقول من حساب تكلفة المبيعات. دول قيدين ثابتين مع كل عملية بيع، ما محتاج أن الواحد إيش يفكر فيهم، من حساب العملاء إلى حساب المبيعات، من حساب تكلفة المبيعات إلى حساب المخزون، عمليات الشراء من حساب المخزون إلى حساب المورد، من أو من حساب المصروف إلى حساب الأكرود. لاحظ هنا عملنا إيش؟ هنا عملنا دول كلهم بيسجلوا أكرول. سجلنا ماذا؟ سجلنا مبيعات، سجلنا تكلفة، مبيعات ناقص تكلفتها بدي لك حاجة اسمها مجمل الربح. طيب هنا سجلنا ايش؟ مصروفات، معناها مصروفات ناقصا مصروفات بدي لك نت انكم. لاحظ الحسابات دي كلها تكونت نتيجة الأكل أو تسجيل المعاملات بناء على مبدأ الاستحقاق إطلاقا، ما فيهم شيء كاش. من الخطأ الكبير جدا أن الواحد يقوم يقول لك مبيعات نقدية أقوم أسجل من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات. المبيعات من حساب الصندوق، المبيعات هل المبيعات جات لك حول الكاش؟ جالك من الصندوق، جالك من المبيعات. الكاش ما بيجيك من المبيعات، الكاش بيجي لك من التحصيل من العميل، وذيل معاملتين منفصلات، استحقاقهم بيختلف. أنا بسجل على العميل لما أسلم البضاعة، بسجل. ربما عملية التسليم تتم بعد فترة، دول معاملتين منفصلتين. اللي بيحصل في المبيعات النقدية الآتي أنه هذين المعاملتين الاثنين بيتموا في وقت واحد، لكن حسب السيستم إجراءاتهم مختلفة. فربما العميل يدفع لك قبل العملية تسليم البضاعة، هنا قيدة مختلفة. ربما العميل يدفع لك immediately بعد يستلم البضاعة، فإذا هنا تعامل بضاعة. عشان كده لما أقول لك المبيعات بسجلها بناء على البيع، والتحصيل بسجله على الكاش وقت التحصيل، لكن هذا القيد بيتم في جميع الأحوال، مبيعات نقدية، مبيعات ما نقدية، مبيعات آجلة، هذا القيد بيتعمل. عايز أثبت لك نقطة، أنه كل عناصر قائمة الدخل اللي بتوصلك للنت إنكم هم بينتجوا من عملية الأكرول. لذلك أنت لما تجي تسجل يعني في نهاية السنة، لما تجي تتأكد أنه كل مصروفاتك كاملة، بتقوم بتسجل من حساب المصروف إلى حساب المستحقة، عشان تتأكد أنه سجلت كل المصروفات. طيب تجي بعد كده العمليات إيش؟ النقدية. عمليات النقدية very easy، قيودها سهلة جدا، قيودها سهلة جدا. inflow أو outflow، دي العمليات الاثنين اللي تحصل في الكاش.
ان فلو بيجي لك كاش ان او اوت فلو كاش اوت. طيب الكاش من الاصول معناها لما يزيد بعمله ديبت، ديبت الكاش. لما ينقص كريديت الكاش. معناها انا عرفت احد الاطراف في العمليه النقديه، استلمت مبالغ من عميل معناها ديبت الكاش وكريديت الشخص اللي او الجهه اللي ادتني الكاش دي، فلقيت سددت مثلا للمورد، سددت للمورد كريديت الكاش. ليش؟ عشان اخفضه. بقول طالما عملت كريديت الكاش بشوف الديبت مين، الديبت اللي انت سددت له. فاللي سددت له ده ممكن يكون ايه؟ انت بتسدد لمورد، سواء كان مورد خدمات او مورد بضاعه. طيب بتسدد قيمه اصول، بتسدد قيمه اصول ثابته، يعني شريت اصول ثابته معناها الكاش كريديت والاصول الثابته ديبت. سددت قروض معناها هنا انت اشوف مين اللي معك. سددت قروض معناها الكاش كريديت والديبت القروض، وحفظ بها القروض. الاونر بتاع الشركه جاء اخذ منك قروش، ما اخذ منك قروش كريديت الكاش وديبت مين؟ ديبت هو. فحسب ايش؟ لاحظ هنا التسديدات دي كلها، التسديدات دي كلها عبارة عن تسديدات في بنود داخل البالانس شيت، في بنود داخل البالانس شيت، ما خارج البالانس شيت، ما مشت على الانكم ستيتمنت. عشان كده بقول لك العمليات النقدية كلها بتتم هنا. طيب من العمليات النقدية استلمنا ان، معناها من حساب النقدية إلى حساب العميل. سددنا مورد من حساب المورد إلى حساب النقدية. سددنا مستحقة من حساب المستحقة إلى حساب النقدية كريديت. شايف؟ ديبت كريديت. عمليات الثاني بالنسبة للعمليات النقدية، ما هي العمليات النقدية اللي بتحصل عندك في البيزنس؟ العمليات اللي بتحصل عندك في البيزنس اللي هم إما أستلم من العميل أو أسدد للموردين أو أشتري أصول ثابتة، أشتري أصول ثابتة إلى حساب النقدية، الحساب الأصول الثابتة. سددت تمويل، سوري استلمت تمويل، استلمت تمويل معناها كاش إن، كاش إن معناها من حساب الكاش إلى حساب القروض. لو سددت تمويل بتقول ليش؟ من حساب القروض إلى حساب النقدية. بناء على ذلك نتأكد العمليات اللي تمت. مثلا شرينا بضاعة ب1000، شرينا بضاعة ب1000 معناها أول شيء بشوف القيود، مين الطرفين اللي في المعاملة؟ الطرفين اللي في المعاملة المخزون والموردين. المورد طالما هو يعني استحق له المبلغ ده معناها داين، التزام، سجلنا ايش؟ اصول مخزون. عند البيع، عند البيع بعمل ايش؟ بيع البضاعه، قلنا بقول ايش؟ من حساب العملاء الى حساب المبيعات، وفي نفس الوقت بقول من حساب تكلفه المبيعات ب1000 الى حساب المخزون. ليش؟ عشان اخفض له قيمه المخزون. لاحظ هنا الحين بدات الامور تتضح. اشترينا خدمات، استلمنا خدمات، مصروفات، وبقول من حساب المصروفات الى حساب المصروفات المستحقه. اذا ما هي الحسابات دلوقتي اللي اتحركت؟ الحسابات اللي اتحركت المخزون، عملناه ديبت ب1000 عند الشراء،
وعملناه كريدت لما بيعنا. إذن حساب المخزون الديبت على قدر الكريدت رصيده إيش؟ زيرو. الموردين، المورد سجلنا لحسابه، خلينا نأخذ الكريدت من هنا، سجلنا لحسابه 1000 ما سددنا له، معناها رصيده 1000. البيع، بعنا للعملاء، هذه حسابات العملاء من حساب العميل ب 1500. حساب الكاش، حساب المبيعات سيلز 1500. المبيعات هذول الاثنين، نحن زمان كان الجماعة يعني سبحان الله كانت بس عشان تسجل في الدفاتر، تخيل كانت تفتح حسابات دفتر العملاء، حاجة ضخمة خلاص، حاجة ضخمة شديد، تفتح مثلا الصفحة بتاعت العميل تقول والله عايز تسجل على 1500، تجي تقرأ الفهرس من برا، الفهرس العميل محمد أحمد مثلا محمد أحمد إكس صفحة فلانية سجل عليه 1500، العميل سدد لي سجل لصالحه كذا وهكذا. المبيعات أفتح حساب صفحة المبيعات سجل 1000، يعني كانت عملية شاقة بشكل غير عادي. وهنا لكن حاليا الكمبيوتر العملية بتسجل في لحظتها في مكانها السليم، كمبيوتر على طول بوديها لك في مكانها السليم. بقت عندنا ثاني حسابات اللي هي مصروفات، مصروفات المستحقة، يعني حسابات اللي تكونت بعد دولة بنجي نسجلهم وبنعمل ريبورت، نعمل ريبورت، ريبورت عن طريق قائمة، بنعمل قائمة الدخل والميزانية العمومية. دول ريبورت، ما الواحد يتخيل أنه قائمة الدخل هي حساب في داخل النظام، لا، هو ريبورت بيشتق معلوماته، ريبورت بيصمم المبرمج بياخذ معلوماته من النظام المحاسبي، من الحسابات هذه. المعايير الدولية والأغراض المقارنة قالت لك يا أخي الريبورت هذا يجب أن يبنى على نسق معين، يعني ما خلي، أنا ما بخليك على كيفك تخط علي الإيرادات تحت ولا تخط علي فوق، لا، خط علي بترتيب معين. عشان ماذا؟ عشان نقدر أقارن حساباتك دي مع الآخرين، يعني ألقاها في نفس التقسيم، ألقى الإيرادات أول، بعدها المصروفات، وبعدها طبعاً هنتكلم عن هذا. تجي بعد ذلك الميزانية أيضاً نفس الشيء، المعايير حكمتك قالت لك الميزانية العمومية أو البالانس شيت أو قائمة الستيتمنت أو فاينانشال بوزيشن، قائمة الموقف المالي أو هذه بيعملوها أيضاً، بتوضح لك كيف تسجل، كيف تعمل ريبورت للأسيتس وللليابيليتيز وللأونرز إكويتي، يعني تقسيمات تعملهم لأغراض أيضا إيش؟ لأغراض أن تكون القوائم المالية مقارنة. فإذا لا تفهم بأن قائمة الدخل هي حسابات داخلية داخل النظام المحاسبي، وإنما هي ريبورت بيطلعوا زي المبرمجين زي الدكتور إبراهيم شركة هانسا، يعني الدولة بيعملوا لك الريبورتات هذه. ما هنا معناها إيش؟ أول حاجة بيعمل لك إيش؟ بيعمل لك ميزان مراجعة تريال بالانس. التريال بالانس في بعض الناس بيعملوا بالطريقة هذه، إنه بيعملوا مثلاً يعمل لك الرصيد الافتتاحي، يقول لك مثلا يعمل لك قائمة بالحسابات، لستة بالحسابات، حساب account number، أنا بعمله بالإنجليزي account number، account
نيم، ده رقم الحساب وده اسمه، بعدين يقول لك ايش الاوبننج بالانس، يقول لك ديبت ترانزاكشن اللي حصلت، الكريدت ترانزاكشن اللي حصلت، بيدي لك هنا ايش الاندنج بالانس. ما هو ما هو الاوبننج بالانس؟ الاوبننج بالانس انا بتكلم مثلا ده تريل بالانس ازات 31 12 20 20. لما يقول opening balance معناها دي الرصيد اللي افتتح به عام 20 اللي هو يمثل ايش؟ يمثل ال ending balance في السنة اللي راحت اللي هو 19. ليش بيعملوا الجماعة opening balances؟ عشان يقفل السنة، ما يخلي الناس تقدر تدخل على السنة اللي فاتت. فلما يقفلها بيفتح السنة الجديدة بأرصدة في يوم واحد. الأرصدة اللي كانت معك في ديسمبر بيفتحها هنا بواحد. بيقول ده الرصيد مثلا الكاش السنة الفاتت انتهى بثمانية آلاف، معناه بدأ السنة 20 بثمانية آلاف. جات عليه استلامات معناها ديبي، استلامات خلال السنة كانت 7000. بيمنتس اللي دفعناها منه 12000 اللي هو الكريدت إجماليها. الصافي اللي هو 8، بقول الثمانية الأوبنينج زائدا الجائن 15 ناقصا الكريدت بدي لك هنا 15، بدي لك الاندنج بالانس كم؟ 3000. فبيعمل لك لسه بكل الحسابات اللي هي حسابات الاصول، حسابات الالتزامات، حسابات حقوق الملكيه، الريفينيوز، الاكسبنسز، الجينز، اللوسز، السبعه تقسيمات بتفصيلاتها كامله، بيعمل لك لها لسته هنا. وكل واحد من دول يشوف الرصيد اللي افتتحوه كم، المبالغ اللي جات عليه الديبت كم، المبالغ اللي مشت منه كريدت كم، الاندنج بالانس، وهكذا يجي يجمعهم. ومعاملاتنا عشان كده اسمها تريل بالانس. تريل بالانس معناها يجب ان تكون متوازنه، لانه لكل ديبت هناك كريدت، لكل ديبت هناك كريدت، يجب ان يتساوى الديبت مع الكريدت في كل المعاملات. اي معامله تعملها لابد من انه اللي سجلته في الديبت يساوي اللي سجلته في الكريدت، اذروايز معاملتك انت ايش؟ بتكون ناقصه. فبالتالي اذا كان القيود اللي هي اللي انا بعملها اللي هذه اليوميه او المعاملات، لكل معامله بعمل قيد، بعمل سجل، بسجلها، اذا كانت لكل معامله انا متاكد ان المعامله دي سليمه، معناها لما تدخل الحسابات ممكن تدخل، يعني تدخل سليمه، تدخل في واحد حساب بالديبت وفي الحساب الاخر بالكريدت، فبالتالي لابد من ان تتساوى، عشان كذا بقول عليها بالانس. ماله بالانس؟ تريل بالانس. والله انا ذاته ما اعرف التريل بالانس هي عباره عن ايش استاذ طاهر. التريل بالانس دي ترجمتها ايش؟ ميزان المراجعه. يعني شنو؟ اها يعني شنو؟ ده سؤال عمري يعني ما فكرت في انه اترجم او القى تفسير لميزان المراجعه. هو ميزان معناها من كفتين فلازم يتساوي. من هنا جاءت كلمة ميزان، تريل ترجمة ميزان في العربي طبعا. تريل ميزان، تريل لا هي ترجمة للعربي طبعا، مش ترجمة حرفية، لكن قصدي تريل بالانس
ترجمت اللغة العربية. يعني أنا عايز أقول لك إيش، والله تخيل الترجمة العربية أصدق من الترجمة الإنجليزية. يعني الجماعة لما قاموا ترجموا العرب، ترجموا ميزان المراجعة ترجمة سليمة جدا، يعني شيء أنه ذا حاجة متوازنة. ميزان مراجعة عشان نحن طلعناه لك، طلعنا لك الميزان ده عشان تراجع. شفت ليل بلنس، ما في يعني ما في بلنس شيل، بلنس شيل معناها الشيل المتوازنة، معناها عبارة عن شيل فقط في الجانب المدين بيساوي الجانب الدائم. في العربي قلنا ايش؟ قائمة المركز المالي، قائمة المركز المالي. وكانت قائمة المركز المالي الـ statement of financial position. في النهاية الجماعة الخواجات لجأوا للترجمة دي، قالوا ايش؟ قالوا البالانس شيت ممكن نسميها ماذا؟ في المعايير نسميها الـ statement of financial position او قائمة المركز المالي. الشباب عايزهم شايفهم قال عايزين بريك، يعني شغل كده بريك 10 minutes. يعني هسه انا ساعتي الا 5 معناها وخمسة 10 دقائق وعلى طول بنرجع. اوكي شباب، لان ما عايز نقطع حبل الافكار. شكرا. هو بس البريك شويه راح عليك انت وللاخوان يعملوا ريفريشمنت شويه ورجعوا مره ثانيه ان شاء الله بعد 10 دقائق. الساعه كم رجعنا اشتغلنا كم ساعه؟ ساعتين الا يعني ساعه ونص تقريبا، ساعه ونص. إذا ما ساعة سوري معلش ساعة وربع، ساعة وربع مفترض علينا قبل ساعة وربع. ماشي 10 دقائق على طول ببدأ على طول. يلا بسم الله.
نواصل في هذه المعاملات، يعني نشوف شكلها كيف المعاملات دي كيف تؤثر على البالانس شيت او قائمه المركز المالي. فقلنا هنا الجانب ده اللي هم جانب الليابيليتيز وحقوق الملكيه، والجانب هذا الجانب. نعم بس لو برجعك للشاشه اللي قبلها تفضل. ما عارف انا فات علي ولا ولا لا، لكن ما عارف بالنسبه للاوبننج بالانسز اللي هي الارصده الافتتاحيه، قطعا تكون ذكرتها للاخوان انه الارصده الافتتاحيه تتعلق بالارصده اللي جايه من الميزانيه فقط، اللي جايه من قائمه المركز المالي، وليس اي حسابات لها علاقه بالارباح والخسائر. ديك بتكون كلها طبعا يعني انتهت في حساب واحد او في رصيد واحد اللي هو او رقم واحد اللي هو النت بروفيت اور لوس. صح بيمشي الميزانيه. بارك الله فيك. عشان ايش؟ عشان مشكور. عشان ايش؟ عشان هي المبيعات مثلا حسابات الايرادات وحسابات المصروفات لازم نسميهم حسابات مؤقته. ماذا نعني حسابات مؤقته؟ معناها بنفتح في اول السنه وبنقفل في نهايه السنه، بحيث انه يبدا السنه الجديده مبيعات زيرو. هنا يبدا زيرو، تبدا تجمع معك مبيعاتك لحد نهايه السنه، مصروفات كذلك. لذلك هنا زي ما ذكر الاستاذ طاهر اللي هم الحسابات فقط المستمره معك هي حسابات الميزانيه، اللي هم هذول الحسابات هذه بتظل معك من سنه الى سنه. طيب هذه الحسابات يعني هنا الالتزامات حقوق الملكيه، وهذه الاسيتس السايكلز اللي احنا شرحناها، عمليات شراء بتكون حاجتين، القيود اللي فيها بتعمل انفنتوري وبتعمل اكونتس بيبل، وعند البيع زي ما قلنا عندنا قيدين اللي هم مبيعات و ريسيفبل بالقيمه البيعيه، وبعد كده ايش؟ ثاني بنشتري غير المخزون، بنشتري مصروفات اللي هي الاكلور مع المصروفات. لاحظ بس في عمليه البيع والشراء تكونت مبيعات. عملية البيع زي ما قلنا ليه؟ زي ما قلنا اللي هو ايش؟ بتعمل على طول مع عملية البيع، بتعمل تكلفة مبيعات وتشتري مصروفات، معناها تكون عندك قائمة الدخل. بعدها ايش؟ تجي عملية الكاش، بحصل من العملاء، بتمشي كاش، بدفع للموردين وبدفع للأكلون، وبقى معي دي العمليات التشغيلية. ثاني عندك ايش؟ عمليات النقدية الأخرى اللي هو الفيكس أسيتس، دي بتتأثر بالكاش، يعني بتخفض الكاش وبتزيد الفيكس أسيتس. اللونز اللي هم الاقتراض من البنوك ومن جهات خارجية بتزيد الكاش وبتزيد اللونز. الاونرز ايكويتي، الاونرز ايكويتي اللي هو راس المال، ده في الغالب بيضخوا كاش، وبالتالي الكاش حيزيد والكابيتال حيزيد. ثاني الارباح المجمعه في النهايه النت بروفيت، بيمشي فين؟ بيمشي على الريتين ايرنينج. في السي ام اي وفي حياتك العمليه نحن عايزينك ايش؟ اي معامله لا تقف فقط عند مرحلة، يعني أنت لا تقف فقط عند مرحلة القيد، وإنما أنت كمحاسب فكر والله عملية الشراء ماذا يحصل؟ شراء البضائع inventory وaccounts payable على طول. بقول إيش؟ بتزيد للمخزون اللي هو assets، الأصول بتزيد، وفي نفس الوقت الالتزامات بتزيد. عملية
البيع. عملية البيع بتزيد الريسيفابل اللي هي أسيت وبتخفض المخزون أيضا أسيت، لكن عملية البيع بتؤدي إلى أنه الريسيفابل بتزيد بمبلغ أكبر من التكلفة. يعني مثلا لو قلنا هنا بعناها بألف وخمسمية والتكلفة ألف، لاحظ عند عملية البيع بنخفض من الأصول هنا، بنخفض المخزون بألف وبنزيد الريسيفابل بألف وخمسمية، معناها الصافي ألف وخمسمية ناقصا ألف، الصافي زيادة الأصول اللي هو خمسمية، الصافي زيادة الأصول اللي هو خمسمية. طيب عملية التحصيل، سؤال نختار لي واحد يا أستاذ طاهر، اختار لي واحد اللي جنبك، نشوف عملية التحصيل. بعد كده المعاملات هذه بتزيد هنا بتنقص وبنخفض، نشوف المعاملات هذه. شوف واحد ما جنبك، أستاذ طاهر معي؟ طيب فخري، استاذ فخري مرحبا حبيبي، هلا بيك استاذ عمر، الله يحفظك. يلا خلينا دلوقتي يعني حندخلك في مطب، لكن ان شاء الله قدر، ان شاء الله ان شاء الله قدر. ان شاء الله نحن لما نشتري مخزون بالآجل، نعم، ما هي الحسابات اللي في الميزانية التي تتأثر؟ حساب بالآجل؟ بالآجل نعم. الدينون؟ الدينون؟ حساب الكاش؟ لا بالآجل. بالآجل؟ أيوة المخزون. المخزون والدينون. الدينين. معناها الأصول زادت؟ الأصول زادت. التزامات زادت. أيوة. طيب السؤال الثاني، طيب لما نبيع بنبيع بقيمة أعلى من التكلفة، نعم، ها عندما شنو نبيع، طيب ماذا يحصل في الوصول؟ الوصول بتنقص. لا المخزون بينقص، صحيح أنا بعت مخزون حينقص، مخزونك نقص والكاش بتاعي حيزيد. لا لسه أنا ما قلت لك كل أنا ما استلمت يعني أصلاً، زي ما قلت لك نحن بنتكلم عن أكلون الأكل، إلا الكاش أقول لك العميل سدد لي، سدد لي معناه الكاش دخل، لكن هنا المعاملة شوف الطرفين، بعت المبيعات بتزيد، أيوة حسابات العملاء بيزيدوا، نعم حسابات العملاء بيزيدوا بألف وخمسمية، طيب مضبوط؟ نعم المخزون بينقص بألف، الاثنين أصول، الاثنين أصول معناها أصولي بالصافي حصل لها زيادة ولا حصل لها انخفاض؟ الاثنين أصول حصل لها زيادة، حصل لها زيادة بخمسمية، طيب كده دائما لما تحصل عملية بيع الزيادة اللي نحن سميناها شنو؟ سميناها الجروس بروفيت، مجمل مجمل ربح، لا مجمل صافي دي الا نقول نت نت نت، ايوه نت انكم مثلا كده مضبوط. طيب يلا فخري، حصلنا ال 1500 دي، وريني بيحصل شنو الحسابات الداخله معاك، حصلناها حصلتها بتخش الكاش، بتخش النقدية، حلوة الكاش بيزيد، الكاش بيزيد، أها حصلت من حساب النقدية حزيد و... أيوة حصلت من منو؟ من العملاء، من العملاء، أيوة الدينون حينقصوا والكاش بيزيد والعملاء، ها العملاء بينقصوا، بينقص
أيوة. معناه هنا ده نقص 1500 وده زاد ايش؟ 1500 1500 الصافي الزيادة على الوصول كم؟ الوصول زادت؟ في عملية التحصيل؟ الوصول؟ ها؟ هنا هل زادت؟ لا واحد من الحسابات زاد ب 1500 والثاني؟ زاد عني النقدية بتاعتي زادت والرسيبة والنقصة؟ أيوة طيب سددت للمورد؟ سددت للخزينة حتنقص طبعا حتنقص أيوة و... هيكون من حساب المورد إلى حساب النقدية طيب النقدية نزلت ها الوصول نزلت أيوة المورد المورد أيوة في الداينين معناها الوصول نزلت والمورد نزل المورد نزل زي ما كبير قلت لي المورد الوصول زادت والمورد زاد صح؟ أيوة طيب. اشتريت أصول ثابتة بالكاش هيكون من حساب ال اشتريت بالكاش أيوة من حساب المشتريات إلى حساب الكاش النقدية أنا قلت مشتريات ولا من حساب الأصول الأصول طيب أيوة لازم. نعم لا لا خليك أيوة. خليك دقيق جدا كويس الأصول إلى حساب الكاش ها الكاش. هل الأصول زادت هل نعم. الأصول زاد إجمالي الأصول هل زاد اشتريت أصول ده الاثنين أصول واحد فيهم إيش نعم واحد فيهم زاد وواحد نقص الأصول زاد متأكد متأكد طيب يعني اشتريت كمبيوتر بألف نعم اشتريت كمبيوتر بألف طيب وهنا الكاش نزل بألف يعني الكاش بقى 500 هل ده زاد وده نقص لما أجمع دول كده أجمعهم كلهم مع بعض هل حصل الصافي زيادة هنا ده عايز أجمعهم في التقسيمات دي هل حصل الصافي زيادة 500 لا غير 500 المعامله انا بقصد المعامله الخاصه بالكعبه لا ما في زياده ما في زياده زياده طيب ما في زياده صح نعم عشان كده لابد استاذي فخري لابد نحن نفكر في المعامله من ناحيه انه وين تاثر كويس شغلك اللي هم البروفيشنال طيب شكرا يا ابو تسلم الله يحفظك فإذا هنا بنسجل نحن في 10 elements نوسع السبعة نوسلهم بثلاثة أصول التزامات حقوق ملكية دي في البالانس شيت بعد شوية بجي لك للبالانس شيت income statement revenues expenses gains or losses حقوق الملكية دي من الحياة المهمة جدا اللي هم عندهم إيش؟ عندهم الاستثمار investment by owners أو الاستثمار الملاك وده دائما اللي هو إيش؟ الكابيتال فبنزل لهم اللي هم لصالحهم distributions توزيعات إلى الملاك هذا إيش؟ ده بيسميها dividends dividends دي توزيعات الدخل الشامل أنا بعد شوية بتكلم عنه لكن حاليا بقول عليه إيش بقول عليه retained earnings retained earnings الأرباح إيش المبقاة فهنا ماذا يستحق الملاك يستحق قيمة الكابيتال ويستحق عليهم التوزيعات ويستحق اللي هو الأرباح المجمعة
دي من حقوق الملكية. لذلك في البالانس شيت، في البالانس شيت هذول الجانبين لابد من أن يتساووا، اللي هما الأسيت لازم تساوي الليبيليتي زائدا حقوق الملكية. الأسيت لازم تساوي الليبيليتيز كده، يعني لن تمر لكشر واحدة وإلا أنا كاتب هذه التقسيمة لأنها معروفة. الأسس هذا الجانب لازم يساوي الليبيليتي زائدا اونرز إكويتي، هذا في جانب، هذا في البالانس شيت. والأسس قلنا إيش؟ current assets و current liability، وعندنا هنا non current assets. current assets هي الأصول اللي عندك، النوع الذي يغير قيمته، تتغير فيه القيمة كل مرة. النون كرنت هي اللي قيمته ثابتة، أو في النهاية حتى تعرف عند القوانين اللي هو الكرنت أسيت هي الأصول المتوقع تحويلها، متوقع تحويلها إلى نقدية في ظرف عام. فأنا جاي أشوف أفحصهم كلهم، نقول أسيت، وفي الأسيت كرنت. ليه كرم؟ لأن أنا أتوقع أن أبيعه وأحصل قيمته في كاش في ظرف سنة. ما في واحد يحتفظ له بمخزون لمدة لأكثر من سنة. الريسيفبل، الريسيفبل هي عبارة عن أسيت وكرم. ليه كرم؟ لأنه متوقع أن أحول قيمتها إلى كاش، يعني أحصلها الكاش كرنت. ليه؟ لأن أساسا هو كاش، يعني هو أسرع الأشياء اللي هو محول أوردي إلى كاش. لذلك جاءت إيش؟ الكرنت أسيت. معناها أنا لو عندي هنا أسيت هذا النوع الإجمالي كرنت أسيت مبلغ كبير، أتوقع الآتي، أتوقع في داخل هذا اللي هما أنا تكلمت عن الثلاثة أنواع من الكرنت أسيتس الرئيسية اللي هم زي ما قلت لك المخزون والريسيفبل والكاش. واحد ثاني يجي يقول لك عندك ثاني أصول أخرى زي مثلا الريسيفبل من الموظفين، البريبيد إكسبنسز، هذه كلها أصول. طيب هذه يعني كرنت بالعربي متداولة. شوف ايضا استاذ طاهر الكرنت اسيت يعني برضه ترجمتها بالعربي حلوه جدا وتعبر عنها بالعربي اصول متداوله، يعني ترجمه فعلا بتحكي عن وضع هذه الاصول. كرنت لايبيليتيز، كرنت لايبيليتيز هم اللايبيليتيز اللي انا متوقع اسددهم في ظرف سنه، وهم ايضا من الليبيليتيز المتحركه. يعني ومن اشهر الحسابات اللي هنا اللي هم حساب الموردين الاي بي والاكروال. الاي بي ده حساب بيزيد لما اشتري مخزون وبينقص عندما اسدد، الاكروال كذلك. فهنا البالانس شيت يعني عندك أصول دول current assets و current liability. طيب ماذا عن non current؟ غير المتداولة، غير المتداولة. هذه غير المتداولة هي لا تغير قيمتها وما متوقع
أحولها إلى كاش في أقل من سنة، في سنة أو أقل، ما متوقع. زي ماذا؟ زي الكمبيوترات، المباني، الأراضي، الاستثمارات، الاستثمارات اللي ناوي يحتفظ بها أكثر من سنة. ممكن في الاستثمارات تكون في واحدة فينا في الكرنت، اللي هي الاستثمارات اللي أنا متوقع أسيلها في أقل من سنة، فهنا إيش ممكن تمشي معك في الكرنت. الغرض من هذا التقسيم أيضا هو إيش؟ معرفة السيولة اللي عندك. يعني شايف هنا تقسمينها حسب السيولة. طيب الأصول معناها بالنسبة للبقالات أنا أتوقع الكرنت أسيتس تكون أكثر من النون كرنت أسيتس. بالنسبة للشركات الصناعية أتوقع النون كرنت أسيتس تكون أكبر من الكرنت أسيتس. بالنسبة للبنوك أتوقع الكرنت أسيتس تكون أكبر من النون كرنت أسيتس. لذلك هم جماعة لما قال لك صنفهم لي، صنف لي الأصول في الكرنت والنون كرنت، لم يقولوا ذلك يعني عبثا ولا اعتباط ولا أي شيء، وإنما قالوه لكي إيش؟ أنا عندما أصنف أصولي بهذا الشكل أستطيع أن أحدد هل أنا عندي أصول سائلة، يعني أم أن أصول ثابتة لا أقدر أتحرك فيها. أيضا هنا الجانب الدائم اللي هو الكرنت لايبيليتي والنن كرنت لايبيليتي. الكرنت لايبيليتي هي مديونية عليك واجبة السداد في أقل من سنة، والنن كرنت لايبيليتي هي لايبيليتي عليك واجبة السداد في أكثر من سنة. معناها هنا الكرنت لايبيليتي هي النوع الذي يستهلك السيولة اللي عندك، يستهلك السيولة اللي بتجيلك من فين؟ من الكرنت أسيت. الكرنت أسيت متوقع أنه تحصلها في أقل من سنة، والكرنت لايبيليتي متوقع أنه تسددها في أقل من سنة، وهي بتستهلك الكرنت أسيت. النون كرنت لايبيليتي هي متوقعة تسديدها بعد أكثر من سنة، والأونرز إيكويتي اللي هو حقوق المساهمين. نحن ننظر للميزانية أيضا من ناحية نظرة أخرى، ننظر لذلك اللي هو جانب التمويل، وننظر لذلك هو جانب الموارد المتاحة لديك. هذا جانب الموارد وذي جانب التمويل. جانب الموارد اللي هو الأصول اللي عندك، مولتها من فين؟ مولتها من هذا الجانب. أيضا لكي تفهم الليبيليتي والأصول والرسول والليبيليتيز فهمي صح، أقول لك يعني اعمل أنت بنفسك. أنت بنفسك عندك إيش؟ عندك أصول، أصولك عندك مبنى، عندك سيارة، عندك أراضي، عندك استثمارات، هذه أصولك. من أين تمولها؟ التمويل إما أمولها من الأونرز إيكويتي من أموالي الخاصة، أو أستلف اللي هو إيش؟ لايبيليتيز. فإذا ممكن أنت تعمل بلس شيت خاصة فيك، تعمل هنا الجانب ده أصول قيمتها كم ومولتها من وين، إما تمولها من حقوق الملكية أو تمولها من فين، من الليبيليتيز. فإذا الجانبين دي لا بد من أن يتساووا. لا يمكن، لا يمكن تجي تقول لي إيش الأسيس أكبر من الليبيليتيز وحقوق الملكية، لا يمكن. بنفس المنطق الليبيليتيز دائما اكبر اقل من التوتال اسيتس، لانه الاسيتس بتساوي ديل الاثنين، بتساوي ديل الاثنين.
بعد شوية حنجي تفصيل أكثر عن هذه المعادلة وكيف أنت تستغلها، يعني المعادلة دي. فمنها بنجي نعمل منهم مين؟ نجي نعمل Major Financial Statements اللي هم إيه؟ البالانس شيت، هي عبارة عن ريبورت يلخص الأسيتس الليابيليتيز والأونرز إيكويتي. الإنكم ستيتمنت عبارة عن ريبورت يلخص الريفينيوز الإكسبنسز والنت إنكم. دول الاثنين، هذول من النظام المحاسبي، هذول الاثنين بيصدروا من النظام المحاسبي، بتطلعهم من اختيار حسابات من النظام المحاسبي. طيب الستيتمنت اوف كاش فلو اللي هو عباره عن ملخص للانفلوز والاوتفلوز. الستيتمنت اوف كاش فلو معناه بالعربي ايش؟ قائمه التدفقات النقديه، ودي حنوضح لك اياها كيف بيعملوها. ايضا ستيتمنت اوف تشينجز ان اونرز ايكويتي، قائمه ستيتمنت دائما اللي هو ايش؟ قائمه اوف تشينجز، التغيرات. كلمه تشينجز دي اصلا لن نستغنى عنها، ممكن في كل محاضره تجي لك الكلمه دي. لما اقول تشينجز معناها تعني ماذا؟ تشينجز معناها تعني زياده او نقصان، تغير، تغير في القيمه، تغير من رصيد الى رصيد. معناها changes in owner's equity، معناها قائمة التغيرات في حقوق الملكية. ما هي الحقوق الملكية؟ قلنا إيش؟ من حقوق اللي هو إيش؟ رأس المال، الأرباح المجمعة retained earnings، والريزيرفات اللي هي الاحتياطيات. فهنا statement of changes in shareholders equity بتحكي لك قصة عن ماذا حدث في رأس المال من أول الفترة إلى نهاية الفترة. من أول الفترة إلى نهاية الفترة في الغالب رأس المال بيزيد بواسطة ضخ رأس مال جديد. الريتيند إيرنينجز، قائمة التغيرات في حقوق الملكية بتوضح لك ماذا حصل في هذا الرصيد من أول الفترة. الرصيد هذا اللي هم retained earnings بنشوف انا اول الفتره كم بدا بكم، ونحن زي ما كان المعتاد بنضيف له ارباح السنه. معناها بقول ايش؟ البيجيننج بالانس، الارباح المجمعه في اول السنه زائدا ارباح السنه ناقصا التوزيعات، لان التوزيعات بتخفض هذا الرصيد. فهنا يجب عليك انك انت تعمل لي الحركه اللي حصلت في حقوق الملكيه. لاحظ الحركه دي هي عباره عن قراءه للارصده اللي بتصدر من النظام. قراءه للارصده فقط، قراءه لحساب معين، تحليل لحساب معين. طيب البالانس شيت تحتوي على الايكونوميك ريسورسز زي ما تكلمنا، هم البوارد، الكليمز تو ذيس ريسورسز اللي هو المطالبات اللي عليها الليابيليتيز، بتوضح لك هنا الصافي اللي هو الاونرز ايكويتي. القائمه دي القائمه رقم واحد. القائمه رقم اثنين اللي هم الانكم ستيتمنتس هي عباره عن بيان يوضح لك فيه ملخص بالإيرادات والمصروفات في القائمة الثانية. القائمة الثالثة اللي هو الستيتمنت اوف كاش فلو، قائمة التدفقات النقدية بتوضح لك من أين أتى الكاش وأين ذهب، وبالتحديد بتوضح لك ماذا حدث في الكاش في الثلاثة أنشطة اللي هم قلنا إيش؟ أنشطة أوبريشن تشغيلية، و investment استثمارية، و تمويلية. ثلاثة أنشطة
زي ما بدأنا بنفس الثلاث أنشطة دول. أنا عايزك إيش تركز عليهم جدا، لأنه لو ركزت عليهم هذول تقدر يعني تحصل عمليات البيزنس وتقدر تعرفها يعني بسهولة، طالما أنك قسمتهم إلى أقوام، أقوام ثلاثة: Operation, Investment, Financing. أكثر العمليات وأكثر الكاش فلو الإن والآوت بيمشي من العمليات التشغيلية، والعمليات الاستثمارية اللي هو الأصول السابقة، عمليات تمويلية اللي هو بيجي لك من رأس المال واللونز. طيب القائمة الرابعة اللي هو changes in shareholders equity، دي القائمة الرابعة. طيب the income statement نبدأ بالأولى، تكلمنا عنه لكن حاليا يعني ندخل فيه بالتفصيل بطريقة يعني more deep. فنبدأ بإيش؟ income statement اللي هو قلنا يسموها statement of earnings، يسموها income statement، يسموها يتمجر what؟ يتمجر earnings over a period of time، over a period of time لفترة من الزمن، لفترة من الزمن. But it is called أيضا income statement. It is called profit and loss or profit or loss. طبعا زي ما ذكرنا اللي هو أفضل تعبير لها اللي هو profit or loss، ده حسب المعايير الدولية. فأنا هنا report بقوم بعينه كالآتي، بكتب اسم الشركة، بقول profit and loss or profit or loss for a period of time. فبقول إيش؟ For the year ending 31 December. معناها هذا الريبورت يشمل من 1/1/19 إلى 31/12/19. For the 6 months period. معناها يشمل من 1/7 إلى 31/12. لأنه 6 months for the period ending 31 December. أو أقول for the months of July. For the months of July. لو أقول من 1/7 إلى 31/7. For the second quarter. للربع الثاني من 19. الربع الثالث، أنا الربع هنا بيبدأ من 1/4 إلى 30/6. أيضا في المصطلحات ممكن تلقى كلمة earning اللي هو بنعني به البوتوم لاين في الانكم ستيتمنت، النهاية. وممكن يقول عليه زي ما قال فخري، ممكن نقول عليه نت انكم، ممكن نقول نت earnings الصافي اللي هو اللي في النهاية. أما لما تلقي إذا جيت كلمة revenues الإيرادات، يعني first line أول income statement. نجي زي ما تكلمنا بدأنا بإيش؟ الإنكم statement دائما بتبدأ اللي هو for profit and loss for the period كده، بتبدأ بالمبيعات ناقصة تكلفتها مباشرة، بدي لك إيش؟ مجمل الربح ناقصا مصروفاتها، بدي لك ايش؟ صافي الدخل او صافي الربح. الاكسبنسز، ما هي الاكسبنسز اللي انا عايزها؟ الاكسبنسز ممكن تصنفهم في عده تصنيفات. اكبر الاكسبنسز اللي هو تكلفه المبيعات، تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة البيع، هذا من أكبر المصروفات اللي تتكبدها الشركة. يعني أقل نسبة من المبيعات
معناها خمسة تستهلك تكلفة البضاعة أقل نسبة تقريبا 75% من القيمة البيعية. فتكلفة البضاعة اللي هي بالإنجليزي اللي هي cost of goods sold، تكلفة البضاعة المباعة. طيب أنا البضاعة المباعة دي ببيعها، بصرف عليها إيش؟ بصرف عليها مصروفات بيعية وتسويقية. معناها المصروفات التسويقية هي مصروفات الترويج، مصروفات البيعية هي المصروفات اللي أنا بصرفها لكي أوصل البضاعة للعميل، دي مصروفات بيعية إذا أنا تحملتها. المصروف النوع الثاني من المصروفات اللي هو المصروفات العمومية والإدارية، اللي هي المصروفات التي تساعدك في الإدارة، إدارة البيزنس، تساعدك في يعني أن البيزنس بتاعك يستمر، يسموها operating expenses أو المصروفات التشغيلية. الاستهلاكات هي عبارة عن الجزء المستهلك من الأصول الثابتة نتيجة الاستخدام، نتيجة مرور الزمن، نتيجة إيش؟ تكاليف التمويل اللي هو قلنا التكاليف القروض، لأنه أي قرض أنت بتاخده البنك بيحسب عليك عمولة مقابل أنك أنت أدالك مبلغ، فدي تكاليف التمويل. ثاني إيرادات ومصروفات أخرى اللي هي المصروفات يعني الإيرادات ليست من النشاط الرئيسي، والمصروفات التي ليست من ليست مصروفات الضرورية للبزنس، فدي إيرادات ومصروفات أخرى، وبهذا الترتيب توضع. لما نضم دول الاثنين معانا هنا اللي هم نشوفهم بعد شوية، مصروفات بيعية وتسويقية أنواعها، هناك هنا عدة أنواع والترجمة، يعني رواتب وأجور، أجور موظفين المبيعات، العمولات، ضرائب الرواتب، دي كلها مصروفات أنت تصرفها لكي تروج للمنتج أو تبيعه. النوع الثاني مصروفات اللي هو الترويج، ديك البيعية، هذيك اللي هي البيعية. النوع الثاني الترويجية، الترويجية زي إيش؟ زي تصوير العلامات التجارية، البطاقات العمل، البيزنس كارد، القسائم، كوبونز، إدارة محتوى الموقع، الهدايا، الجيفس، الهدايا اللي أنت بتدفع للعملاء، الفيديو ماركتينج، التسويق عن طريق الفيديو، تكاليف الشو رومز، السبونسرشيب، رعاية أنك تحضر عليك حدث معين، علاقات العامة، مثلا public relations، مصاريف التقديم، دي كلها مصاريف يعني ممكن تفتح حسابات بهذه القائمة. طيب ما هي المصروفات العمومية والإدارية؟ هي النفقات اللي أنت تدفعها اللي ما تشمل الضرورية للبزنس، التي ليست تكلفة وليست بيعية وتسويقية لكنها ضرورية لإيش؟ للبزنس. مثلا إيجار المباني البيلدينج رنت، رسوم المستشارين الكونسلتنسي، الاستهلاكات ديبريسيشن، التأمين انشورنس، سبلايز، السبسكريبشنز الاشتراكات، عن يوتيليتيز المويه والكهرباء والميه وعارف ايش، الرواتب الاداريين، دي كلها رواتب، دي مصروفات عموميه واداريه. تكلفه البضاعه اللي هي دي التكلفه، كل التكاليف التي تصرفها الى اجل ان يكون المخزون جاهز للبيع. اي مصروف تصرفه بعد المخزون اصبح جاهز
دي إما تكون بيعية وتسويقية أو تكون عمومية وإدارية. لكن أي مصروفات ضرورية لجعل المنتج جاهز للبيع، يعني مصروفات من غيرها المنتج لن يكون جاهز للبيع، تدخل معك فيها تكلفة البضاعة. طبعا حندخل في هذه لما نجي على التكاليف، حنتوسع فيها بشكل عجيب، حتحسب التكلفة بعدة جوانب. طيب تكاليف الاقتراض اللي هي الفوائد على السحب على المكشوف والاقتراضات، رسوم التمويل اللي هو بتاعت العقود الإيجارية، يعني دي الرسوم اللي بيحسبوها عليك عمولة على الدفعات الإيجارية. الاستهلاكات اللي عرفناها هو عبارة عن توزيع تكلفة الأصل على مدى عمره. الاستهلاك هو دفع قيمة الأصل الثابت خلال فترة صلاحيته. الإيرادات والمصروفات الأخرى بتصنيف في داخل قائمة الدخل يشمل الأرباح والتكاليف المرتبطة بالأنشطة خارج الأعمال المركزية للشركة. ماذا أقصد بالمركزية؟ الأعمال الرئيسية، النشاط الرئيسي، يعني معناها أي إيرادات بتجي لك من أنشطة غير النشاط الرئيسي إذا اعتبرها إيش؟ إيرادات أخرى. مصروفات أخرى، أي مصروفات أخرى يعني غير المصروفات اللي ذكرناها لكنها ليست مصروفات ضرورية للبزنس. دخل الإيجار الذي لا يكون جزءا من إيرادات التشغيل. أيها هشام، هشام تفضل. يا دكتور الله يحفظك، في الصفحة اللي قبلها تفضل الاستهلاكات والإطفاء. نعم، التعريف الأول ده استهلاك ولا إطفاء؟ هو ممارسة ده إطفاء الأول، إطفاء ما استهلاك، مش كده؟ نعم الأول إطفاء. الله يحفظك، أول إطفاء، كلامك سليم 100%. الله يحييك، الله يحفظك يا أبا. شكرا يا أبا، شكرا جزيلا. الله طيب، الدخل الإيجار الذي لا يكون جزءا من إيرادات التشغيل، يعني شركة أجرت مباني لكن نشاطها ليس الإيجارات، فهذه بتدخله مع الدخل الآخر. إيرادات الفوائد، أو مثلا أنت سلفت واحد أداك عمولة، دفع لك عمولة، دفع لك عمولة لكن نشاطه ليس التسليف، أو أنت نشاطك ليس التسليف، في هذه الحالة الإيراد بيكون مع الإيرادات الأخرى. بيع الخردة دي واضحة جدا أنها هي إيش؟ إيراد آخر. التبرعات اللي بيجي لك هذه إيرادات أخرى، لأنه ليس نشاطك أنك أنت إيش؟ تتلقى تبرعات. فلو كان نشاطك أن أنت جمعية خيرية تتلقى تبرعات، فهذه تكون إيش؟ من الإيرادات الرئيسية. المكاسب والخسائر من بيع الأصول، هذه إيش؟ إيرادات أخرى، لأنه ربما أنك أنت ليس نشاطك يعني هو بيع الأصول، لكن كونه إيراد رئيسي أو إيرادات أخرى بتعتمد على طبيعة النشاط. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه ربما مثلا الفوائد، إيرادات الفوائد بالنسبة للبنك إيراد رئيسي، بالنسبة للشركة شركة تجارية هذه إيرادات أخرى. ففي النهاية هاي التقسيمات الرئيسية بنضعهم في قائمة الدخل، نوسع في قائمة الدخل شوية، نعمل إيش؟ دائما بنبدأ بمبيعات وبننتهي بصافي دخل ناقصا التكلفة، دي لك مجمل ربيع الربح. فقط دي نفس الريبورت اللي قبل شوية، لكن دخلنا فيه إيش؟ دخلنا فيه المصروفات البيعية التسويقية
الإدارية، الاستهلاكات والإطفاء، بقوم بعمل إيش؟ مجمل الربح بخصم منه إجمالي هذول المصروفات، بدي لك إيش؟ أرباح العمليات. أيوة له أي؟ داي؟ السلام عليكم ورحمة الله دكتور عمر. أبك يا أبي. دكتور عمر بالنسبة للكوست أوف جود سولد. نعم. أنا عندي بضائع بتصل المستودع الرئيسي بتاعي في جدة. ممتاز. بتصل كرو ماتيريال، نحن شغالين مانيفاكشرينج. أيوة. بنحولها لمستودعنا الثاني في أبها عشان تدخل في الفينش جود. فهدي في الكلاسيفيكيشن انكلود الكوست أوف جود سولد ولا مصروفات تكون بيعية؟ لا مصاريف التوصيل. يا مثلا انا شغال في الحلويات، مصاريف التوصيل ولا مصاريف الرو ماتيريال نفسها؟ الرو ماتيريال حولتها من مستودع ايه لمستودع بي. شوف تكاليف الرو ماتيريال بتبدا معاك من لحظه انك انت طلبتها من المستودع هنا من العميل من المورد الى ان تصل ابها. كل التكاليف اللي صرفتها بالاضافه لتكلفتها نفسها تدخل معك في تكلفه البضاعه المباعه. يعني قلنا كل التكاليف، كل التكاليف اللي صرفتها الى ان تصير هذه البضاعه هذه الرو ماتيريال جاهزه للاستخدام وليس جاهزه للبيع. ها؟ اوكي. متين تكون جاهزة؟ أين تكون جاهزة عندك؟ جاهزة للاستخدام في أبها ولا في جدة؟ في أبها. أنا كل التكاليف لحد ما تصل أبها. يا دكتور عمر. تكلفة البضاعة المباعة. يا دكتور عمر. نعم حبيبي. هو هنا بيتكلم إنه عنده مستودع رئيسي بيستلم فيه اللاندد كوست. بعدها البضاعه دي بتتحول بين الفروع. نعم. اعتقد دي بعد كده بتكون مصاريف بيع وتوزيع. نعم. يعني هي انت استلمتها في المستودع الرئيسي. نعم. لانه التكاليف بتظهر معك في المعيار بالتحديد. بيقول لك كل التكاليف الى ان يصير المخزون جاهز في المكان والحاله. جاهز في المكان والحالة اللي انت عايزه عليها. فهنا البضاعة دي عايزينها تكون جاهزة للاستخدام وين؟ في أبها. فإذا كل تكاليفك لحد ما تصير جاهزة للاستخدام في أبها تدخل معك. معيار أصلا ما غفل عن هذه، يعني فعلا كان واضح جدا في هذه النقطة. واضح أيوة. جدا. وفعلا زي ما تفضلت يا دكتور عمر، هي لحد ما تصنف في جده هي رو ماتيريال، وانا بحولها لابها، في ابها هناك تبقى فينش جود بعدين بنبيعها. بالضبط. يعني لسه انت ما عندك، عشان كده الجماعه بيقول لك عشان انا في بعض الاحيان عشان انا مثلا تكلفه التصنيع تكون منخفضه يقول لك انا اصنع في الدمام. اصنع في الدمام وابيع بعد ذاك لل عشان ايش؟ تكلفتي تكون قليله اضع عليها هامش اكبر عشان يكون ربحي عالي. طيب الشباب كده خلينا نحن نوصل لحد النهايه. خلينا نوصل لحد النهايه وان شاء الله طبعا عدنا الكلام ده للاخوان فهنا خلاص اذا بفتح المجال للاثنين اللي رافعين يدهم عشان نوصل لقائمه الدخل. تفضل. تفضل يا شباب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا. أنا أستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد. أحمد موسى.
ما شان عندك؟ الاتصال برضو عندك. طيب معلش ما اعتذركم. ايوه 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 كده كده كويس. ها انا بحكي لك مع الصحه تكتب لي سؤالك في الشات. ليش سؤالك في الشات؟ لانه ما سامعنا كويس. انا ما اعرف ليش. شو سؤالك في الشات احمد؟ ابو بكر عبد الوهاب. وبك الرهاب يا حبيبي تفضل تكلم. ميكروفونك مفتوح. عندك سؤال ولا رافع يدك بالغلط؟ اوكي. ما اعتقد انه بعد شوي نشوف اذا كان في اي اسئله. فهنا اعتقد انه هذول يعني حنديكم بس لحد هنا وكذا. لحقنا حتى الناس اللي ما حضروا المحاضرات السابقه لخصنا لهم كل العمليه وكنا وقفنا هنا. وقفنا هنا تبرعنا بكل الاجزاء الثانيه ذيك للجروبات اللي هي اللي كانوا معنا. وبعد كده بهمنا جروباتنا نحن، لابد انه هذه الجروبات تشتغل صح. انا بعد كده باجي يعني بعمل لك لسته باسماء الحسابات وبقول لك حدد لي اياها اما اسيت او لايبيليتي او ايكويتي، وفي اي قائمه تظهر. هل بتظهر في الانكم ستيتمنت ولا تظهر في البالانس شيت؟ فدي ان شاء الله بندي لكم الاكسرسايز ده، ولو قدرنا يعني عملناه في اسرع فرصه يكون جميل. يعني احنا ان شاء الله حنتقابل بعد غد، حرسل لك دي بكره. عايزك انت تحدد لي هي اسيت ولا لايبيليتي، عايزينها بالعربي ولا بالانجليزي ولا مترجمه؟ ما شاء الله احسن بالانجليزي يا استاذ دكتور عشان نتدرب على الانجليزي. بالضبط بالانجليزي احسن ان شاء الله. اي نعم. ذلك اللي هو كنا هدفنا عنه تعريف لدية وين هي، في الاسيت ولا في اللايبيليتي ولا في الاونرز في البالانس شيت ولا في الانكم ستيتمنت. ولو عملت لي والله لو اديتني لها في البالانس شيت وين، في الاسيت في اللايبيليتي في الايكويتي، والاكسبنسز والريفينيوز معروفه عشان بس نقدر يعني على الدين. الو السلام عليكم. بابك يا بابا. يا دكتور عمر الله يعافيك. الله يحفظك. عندي سؤالين. السؤال الاول متعلق بالاصول. مثلا انا عندي سياره اشتريتها بالاقساط ودفعت فيها دفعه اولى مثلا سياره ب 150,000 دفعت 40,000، فهل تسجل كاصل ال 40,000 وباقي السيارة يكون مصروف الأقساط ولا كيف تسجل؟ أيوه مضبوط. هذه حسب المعايير، بتسجل حسب معيار الليزز. معايير الليز أنا بعدين بشرح لك كيف تسجل ديبت أصول كريدت التزام، لأنه الليز اللي هو الإيجارات بتديك حق استخدام الأصل، في نفس الوقت بتخلق عليك التزام مستقبلي. فهنا المعامله الايجاريه، انسى الدفعه يا علاء، انسى الدفعه دي شيء ثاني. لكن
نحن في المعاملة بتاعت الإيجار، معاملة الإيجار بتخلق عليك التزام، في نفس الوقت بتديك حق منفعة مستقبلية أنت ممكن تتنفع بها من استخدام هذا الأصل. في هذه الحالة تعتبر إيش؟ أصول، وبتسجلها بعدين بقيمة اسمها إيش؟ اسمها Present Value، اسمها القيمة الحالية، وتسجل الالتزام عليك بنفس القيمة. أما الدفعة دي اللي هي اللي ذكرتها بتسجل الالتزام، ولأنك أنت أوريدي سجلت الأصول بقيمة قيمة حالية. فنحن برضو دي حنتعرض لها بشكل كبير جدا، وإن شاء الله كل جدا. إن شاء الله. تمام، ممتاز. عندي السؤال الثاني عنده علاقة بالضرائب. نعم. انا وكيل لي هي شركه وماده وكالات لشركات ثانيه، عندنا شركه وماده وكالات لشركات ثانيه، فبضطر اشتري انا مثلا اشتراكات او اي شيء، بكون مشترك انا باسم الشركات الثانيه. مثلا لو اشتركت مثلا في كاشيرات مثلا، بشترك كاشيرات انا وبضطر اطلع فواتير ضريبيه لهم هم. فهل هذه فيها مشكلة؟ حتى تطبيقات التوصيل مثلا هنجر ستيشن أو كده، بحاسب أنا وبطلع بصدر فواتير لهم. ما أنت بتعمل عليهم بشكل إيش؟ بتعمل عليهم بالتكلفة ولا بتعمل عليهم هي الفاتورة بتجي إجمالية، فأنا بفصل الفاتورة، بفصل عليهم الفاتورة بربح والله. لا ما بربح، بنفس الفاتورة من غير ربح، بنفس الفاتورة بس باعتبار يعني... أنه الوكيل الجهة بتتعامل معي مباشر. بتتعامل معي مباشر على أساس أنه هم بعدين يقدموا لك خدمة. أيوة، وهم عشان يقدر يستردوا المبلغ ده من الهيئة الزكاة والدخل، تعمل عليهم تعمل عليهم ضريبة. أيوة، بصدر عليهم فواتير ضريبية. بالضبط ما فيها مشكلة دي، صح؟ سؤالك عن إنه الفواتير الضريبية صحيحة أم لا؟ أيوة، هل الإجراء ده صحيح؟ لأنه أنا تواصلت مع هيئة الزكاة والدخل بخصوص الموضوع، إنه وضح لنا ما كان في إجابات واضحة، لأنه هم أنا كاتب معهم عقود. يعني هل هي مبيعات بالنسبة لك أنت بتظهر كمبيعات عندك في الإنكم ستيتمنت؟ أيوة، تظهر مبيعات. خلاص، حسب نظام الضريبة أي مبيعات يجب أن يكون مقابلها فواتير ضريبية. يعني أنت ما ممكن تبيع بدون إصدار فواتير ضريبية. يبقى يجب عليك قانوناً أنك تصدر فواتير. This is number one. Number two، قانوناً كذلك مقابل كل فاتورة مبيعات يجب أن تكون هناك ضريبة، إما 0% أو 15% أو exemption، حسب ما تنطبق الضريبة على المعاملة نفسها. لكن طبعا معاملتك دي الضريبة بتنطبق عليها بالستاندرد ريت اللي هو اللي هي 15% في السعودية. فإجراءك صحيح، يعني المفروض يكون يكون الإجراء بالضريبة أو الفواتير بضريبة القيمة المضافة. حتى إذا مثلا هو سدد للمورد مباشر من غير ما يرجع لينا، وأنا صدرت الفاتورة، يعني العميل انا مفروض اتعامل مع مثلا، نضرب مثلا بفودكس مثلا، برنامج فودكس عندنا في السعوديه، برنامج بتاع نقاط بيع. فودكس بيتعامل معايا انا كجهه شركه ام مثلا، وبشتري منه مثلا 15 اشتراك. الاشتراكات دي انا بوزعها على تحت من الشركات اللي اصغر مني، بوزع لهم الاشتراكات وبطلع لهم فواتير على الاشتراكات دي. هو فودكس بصدر لي الفاتورة أنا، وأنا بدوري بطلع الاشتراكات للشركات المخدمة مني فرنشايز. فعندي واحد من الموردين من الفرنشايز سدد لفودكس مباشر وطالبني بفاتورة ضريبية، فواحد من هل السداد مباشر بيأثر بعدين أنا لو صدرت فاتورة ضريبية فيها مشكلة ولا لا؟ ما أظن فيها مشكلة. لا لا لا، ما فيها مشكلة. ما فيها مشكلة. خلاص، اوكي. دي كون السدد دي اعتقد انا يعني
الا يكون سدد قبل الفاتوره. الضرائب في هذه الحاله يسدد المفترض انه يستريد قيمته اللي سددها للمورد، البعض بتاعته يستريدها. ايوه يعمل عليك فاتوره. ايوه والله واضح واضح، يعطيكم العافيه ما قصرت. الله يحفظك. لقيت حسن حظك لقيت الخبير البعض. والله نحن حتى اذا تواصلنا مع الهيئه ما في اجابات، وفي اشياء كثيره اسئله صراحه، حتى ناس المكاتب المراجعه ما بده اجابات كذا شافيه يعني لكثير من الاسئله. والله استفدنا كثير والله. ان شاء الله ان شاء الله عندك اخونا طاهر مكتبه وبراء في البعث والاشارات. والله يا ريت لو كان في السعوديه هنا كان استعنا بهم. لا لا بيجي السعوديه. طيب طيب لو بيجي ممتاز. ما في مشكله. بعدين الان زي ما شايف الخدمات كلها اصبحت اونلاين، ونحن من البحرين ممكن نخدمكم ان شاء الله. عندكم تدقيق وكذا؟ تدقيق؟ لا لا تدقيق ما عندنا، استشارات استشارات مضافة policies and procedures حاجات زي دي يعني. معلش ما نطلع من الليكشر. ايوه صلاح سالم. صلاح سالم اوكي. السلام عليكم. لا شكرا شكرا. مرحبا استاذ صلاح. الله يبارك فيك، كيف اخباركم؟ الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. نسأل عليه عن الوصول، سأل معقد كده شوية بس. إن شاء الله خير. عندنا شركة مؤجرة أرض من البلدية. قامت بنت فيها مباني صبات خرسانية. مؤجرة لأكثر من 25 سنة بتعمل فيها محرقة التخلص من بعض النفايات. أها. ايوه اقفل يا ايوه صراحه اي. فانا بشوف التكلفه مثلا بتاعت المباني دي الصبيات اللي بتعملها الشركه في الارض دي، الارض بمستاجره ما ملكهم. اي صحيح. هل نعملها ما تحسينات على مباني مستأجرة ولا نصنفها كيف في الأصول؟ تحسينات على ماجور. تحسينات على ماجور. شوف التحسينات على الماجور بسجل التحسينات على الماجور إذا كان من غير الممكن أن تسحب الأصل من الـ من الـ من الأرض المستأجرة. هذه حال المباني مستحيل أنك أنت تسحبها. اما لو كانت بامكانك انك تسحبها وانت مغادر زي مثلا المباني المتحركه فهذه الحاله بتسجلها مباني. اما اذا كانت لا يمكن ان تسحبها سجلوها بيعملوها ايش؟ تحسينات على الماجور. والارض ذاتها يا استاذ صلاح الارض ذاتها بتسجلها الداخله تحت الليزنج. تحت الليزنج. نعم. تكلم عنها انت حقتك لكن بتعملها حق استخدام الاصل الليزنج. شايف؟ نعم. فبتسجلهم الاثنين استئجار الارض وهذيك الثانيه. انا اعتقد انه الشباب يعني لازم نوضح لهم اللي هم بتاعت الليزنج والمعايير دي بتهمهم بعدين تهمهم جدا. ايوه مهمة دي. شكرا لك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. فاضل. استاذ الهادي من الامارات تفضل. استاذ السلام عليكم استاذ عمر. مرحبا يا حبيبي. يا اخي ربنا يجزيك خير ان شاء الله ما قصرت. جمال ان شاء الله. يا اخي بذر في الميزانيات انت حسيت خاتين زي الاربعة صح؟ الميزانية العمومية والداخل والحقوق الملكية وهنا هل في حاجة تانية سيما هنا الإيضاحات على المنطقة؟ طبعا خمسة
مش الخاصة، هي عبارة عن مكون مكمل للقوائم المالية. هل حيكون حاجة أيوة يعني حاجة أساسية نفس الناي ولا بس حاجة جزء مكمل؟ نفس اللازم، هي عبارة عن إيضاحات، عبارة عن آتي، عبارة عن شرح أو تفصيل أكثر للبنود اللي أنت بتخطهم في الميزانية. في الغالب مثلا الميزانية لما تجي تعمل الكاش تحطه إجمالي، تقول الكاش في كل البنوك 10 مليون. في الإيضاحات بتنزل تحت تفصله، تقول والله في البنك الفلاني كذا، في هذا كذا، فهم يقولوا على إيش؟ الإيضاحات هذه جزء لا يتجزأ من القوائم المالية، وهي مكملة لها. شايف؟ حتى الجماعة أنه وصلوا لدرجة أنه قال هي القائمة رقم 5. أيوة صح، حتى قالوا هي القائمة رقم 5، لكن هي actually مكملة لهم، جزء لا يتجزأ. يعني ما حنسميها القائمة رقم 5، نسميها القائمة. لا لا لا، بتجي في الغالب بعد القوائم المالية. أوكي إن شاء الله. وحتى إن شاء الله بنوصلكم لإيش، كيف، ما هي مكونات القوائم المالية، لسه على البحر بعيد. الله يعين إن شاء الله، جزاك الله خير. لا إن شاء الله تستفيدوا جدا. إن شاء الله. طبعا اسمها باللغة الإنجليزية طبعا اسمها disclosures، جاي من كلمة disclose، so to disclose معناها يفصح عن شيء معين. فأنت في الإيضاحات زي ما تفضل الدكتور بتفصح عن ما ورد في الميزانية والأرباح والخسائر طبعا وبقية القوائم المالية. فهي ليست قائمة لكن اصطلاحاً للنسبة لأهميتها قالوا بعض الناس قالوا أوكي حتى نسميها دي القائمة رقم 5، ميزانية أرباح وخسائر shareholders equity وبعدين cash flow وبعدين الإيضاحات، قالوا دي القائمة رقم 5 فاسمها disclosures بالإنجليزي. بارك الله فيكم. أستاذ الفاضل عندك سؤال أعتقد. السلام عليكم. بابك يا ابو، نرجع يا استاذ عمر للكاش سيلز قبل ارجع على اي. نعم ايوه، وضحت حاجه كده وانا ما اعرف اذا كان انت قلتها وانا ما تابعتها ولا ما قلتها. يعني اسال للكاش سيلز، انا مثلا في دخلت بغاله واشتريت بيبسي بريال ودفعت البيمنت اون ابون ديليفري، يعني شلت البضاعه ودفعت قروشها، في العادل محاسبين بسجلوها الكاش ديبت والسيلز كريديت. انت قلت العمليه دي كده خطا. ليه يا استاذ الفاضل؟ لا لا، ما يا ما تابعتها معاك الكلام الصح. كلامك سليم 100%. لا لا ما صح، شنو انا ما صح شنو ما تابعت. دقيقه، احنا شغالين مبدا الاكل وال عشان تكون كل المعاملات مسجله بطريقه سليمه، بحيث أنه عملية البيع، أنت تتكلم عن البايع، البايع بالنسبة لي أنا اللي هو البايع حيسجلها كيف؟ البايع بالنسبة لي هو حيسجلها لما يسلمك البضاعة. عايزيننا أوتوماتيكلي عشان تسمع وين؟ تسمع في المبيعات وتسمع في المخزون. المخزون صح، يعني تعمل القيد دي وتطلع تعمل لك المبيعات وتعمل التكلفة. شايف؟ أما المعاملة اللي هي بتاع الثانية اللي هي الكوليكشن دي، حتى أطرافها اللي هم الكاش والعميل، دي لم تمس إيش؟ لم تمس المخزون ولم تمس المبيعات. يعني لو قلنا إيش؟ على طول مثلا سجلناها، كنت هتسجل كيف؟ كنت هتسجل ديبت الكاش كريت المبيعات، معناها انت حساب العميل ما ظهرت فيه المحركة دي. مظبوط، حساب العميل ما ظهرت، حساب الحركة في حساب العميل مهمة جدا، لأنها بتدي لك ايش؟ تدي لك هيستوري أن العميل دي لو جاء في الليتر اون طلب منك قال لك أنا
عايز اخد بالآجل، وكنت زمان باخد منك بالكاش، فلو كنت انت بتسجلها في الكاش على طول لما كان يعني قدرت تحصل المبيعات لهذا العميل. يعني بقصد انه ايش، التسجيل بالاكروال فوائده كثيره جدا، بس انه نحن عايزينها ايش، تكون اوتوماتيك، تدي لك هيستوري عن المعاملات، هيستوري عن النشاط مع العميل. هذا شيء ثاني استاذ عمر. لكن طيب بالنسبه لي انا، يعني انا عندي 100 اوف كاستمر في السيلز ديل، في الكاش سيلز كبغال، انا بقول لك كريتيل سيلز بيجينا واحد بيشتري بيبسي بيشتري، ممكن كل واحد يعمل له تعملهم كاش سيل، تعملهم كاش كاستمر، تعملهم كاش كاستمر الاجمالي اللي هو اللي بيجي بيشتري منك كميات صغار صغار. اما اذا شعرت عن واحد من العملاء تكرر شراؤه لازم تعمل حساب منفصل. طيب يلا يلا الكتائر ديل اللي بيجوا يشتروا بيمشوا، لا كيف تثبت لهم عمليه البيع والكيراد وكتكلفه؟ حساب واحد، تفتح حساب عميل واحد، حساب عميل دايره الكاش مبيعات ولا في حاجه ثانيه؟ لا لا لا، تفتح حساب واحد اسمه كاش سيلز. اوكي، كاش كاستمر، سميهم عملاء الكاش، بتسجل لهم زيهم زي اي عميل اخر، بتقوم تعملهم ديبت وفي نفس الوقت تعملهم كريدت، معناها الظاهر العمليه دي في نفس اللحظه. مهمه جدا هذه المتابعه استاذ الفاضل، مهمه جدا اللي هو تفصل ما بين المعاملات الاكروال والمبيعات النقديه، ودائما تسجل في حساب العميل. تفضل دكتور ابراهيم. سمحت لي في الجزئيه دي شويه. تفضل. في عملية الكاش في البوينت اوف سيل بالتحديد اللي بيكون في كاش كاستمر موجود وبيكون مفتوح دائما باسم الكاشير، بحيث انه النقد ينزل مديونية على الكاشير ديه، اخر اليوم بيتحاسب الكاشير ده على الكاش اللي موجود عنده. سلام. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، وانت في الـ في الـ في الـ في البوينت اوف سيل عندك واحد من طريقتين، اما عندك لويالتي كارد او انت بتسال الزبون. مثلا انا لو رحت على اي صيدليه هنا مثلا في السعوديه بيقول لك مسجل معانا، فمسجل معانا دي بيقول لك رقم جوالك كم اللي بتستخدمه دائما، عموما بيقوم بيسجل برقم الجوال دائما، فبياخذ رقم الجوال تبعك. فلو انت سجلت في صيدليه ثانيه بيقول لك انت اسمك كده، فهنا بيقوم بيعمل لك شنو، بيعمل لك بوينتس اللي هي على العمليات تبع الشراء من عندهم دي. عايز يعمل بها شنو؟ عايز يعمل بها زي تجمع لاكبر عدد من الكاستمر، بحيث في اي لحظه من اللحظات يقدر يرسل لك سكرين، يرسل لك اس ام اس شوت، يرسل لك واتساب شوت بالمنتجات، خصوصا المنتجات اللي بتكون مثلا في موضوع الكوزمتيك، في موضوع البوينت اوف سيل مثلا للستور للاسواق الكبيره، بيرسل لك مثلا عروضهم في كل فتره والثانيه، بترفع بمستوى المبيعات. بيكون عندك عمليتين، العمليه الاولى هي العمليه الماليه الحقيقيه اللي عندك دي على الكاش كاستمر مباشره، لكن انت ككاش كاستمر عندك حساب فرعي، عندك حساب داخلي، كل ما انت اشتريت منهم بيثبت لك مبالغ او بوينتس ممكن تستبدلها في اي مكان على حسب ما هم شغالين معك. فدائما الان يعتمدوا على حتى الكاش كاستمر بيكونوا فاتحين له حساب فرعي صغير، بحيث يعملوا له دراك هو بيشتري شنو، مهتم بشنو، مبيعاته دائما في شنو وكذا. فدي دائما بتجي مع عمليه الشباب تبع الجسم المبيعات والتسويق، هم بيهتموا بانه حتى الكاش كاستمر محتاجين بطريقه واضحه يكونوا الكاش كاستمر ضمنه من الاشخاص، ونقدر في اي لحظه من اللحظات نتواصل معه. فما بالك بالكريدت كاستمر اللي عنده حساب عندنا واللي بندفع له تحت الحساب، بيسحب مسحوبات، بيكون عنده حساب مفصول تماما في السب سيستم تبعنا. شايف الفاضل؟ شايف الاهميه كيف؟ طيب لغايه السي انا يعني في غير ثاني ما عارف اعمله كيف، فاللي هو غير
لقيت شنو معلش اديني مثلا معلش لقيت شنو يعني مثلا مثلا واحد دخل اشترى علبة دبسي بريال ومشى نعم حسبتها كيف هل الكاش المبيعات ولا في حاجه ايوه يعني... طيب انا اديك لما يكون على العمليات بوينت اوف سيل وعموما بيكون عندك واحد من طريقتين اما الانفويس ابديت ستوك او اخر اليوم بتعمل ابديت واحده النظام بيمشي بيسحب كميه البضاعه اللي انت بعتها دي عندك قيدين القيد الاول بتاع المبيعات ده في لحظه البيع مدين الكاش المدين الكاشير بغض النظر عن مدين الكاشير الداين المبيعات دي العمليه الثانيه اللي هي عمليه التكلفه مقابل البيع عليه علبه البيبسي بيبسي بعناه بنص تكلفتها ريال ونص مظبوط الريال ونص دي عندك واحد من طريقتين اما الفاتوره دي ابديت ستوك مجرد ما عملت اوكي للفاتوره بتخصم بتخصم قيمه العلبه الريال ونص من المخزون بترميها على المخزون كريديت الديبت الكوست اوف جود سولد او اخر اليوم في روتين بيعملوا النظام اخر اليوم في روتين بيعملوا النظام بيمشي بيشوف الاصناف اللي طلعت في عمليه البيع كلها في اليوم بيمشي بيعمل لها ابديت بيسحبها كلها بيحولها من الستوك الى المخزون في كل الاحوال في كل الاحوال انت هنا العمليه دي بتكون باوف لاين العمليه البيع بتكون باوف لاين النظام ما 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 بيمشي يشوف انه العلبه دي موجوده بتاعت البيبسي دي ولا ما موجوده ما عنده البياع ده بيعمل عمليه بيع وبيمشي ده شغل ثاني ورا بيعملوا النظام بيعمل ابديت ستوك بيعمل التكلفه القيد عباره عن قيدين قيد من الـ من الـ من الكاشير مدين الداين عمليه البيع دي عمليه البيع القيد الثاني المركب عباره عن الريال ونص كتكلفه مدين التكلفه داين الكوست اوف جود سولد يعني قيدنا هنا يا الفاضل نفس الشيء هذا القيدين اصلا يعني ده قلت لك الكمبيوتر حافظ وحفظ ايوه الكمبيوتر حافظ وحفظ هذول القيدين بعد ما يتم البيع بنقص المخزون على طول واضح. ايوه استاذ محمد حسن استاذ الفاضل خلاص شكرا واضحه استاذ عمر واستاذ ابراهيم دكتور ابراهيم ما شاء الله لا يعني ما شاء الله انتم في الجروب هذه عندكم دكتور ابراهيم ده ان شاء الله حلال المشاكل في كل النظم طيب استاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله بابك يا ابو التحية لكم ولكل الأستاذ اللي قل الله بطاقكم الأخير والبداية كانت بداية رائعة بحق وحقيقة يعني السؤال دخلت منشأة شراكة مع جهة خارجية في شراء أرض استثمارية بغرض البيع وظهرت في القوائم المالية في أصول أو استثمارات بغرض البيع من ضمن الأصول المتداولة صدر حكم قانوني نعم أيوة طيب صدر حكم قانوني بإيقاف التملك في هذه الحالة الأولى إنها تظهر وصول بغرض البيع ولا يظهر الطرف الثاني اللي دفعت له جزء من القيمة مدين يعني أنا بعيد السؤال مرة أخرى دخلت في شراكة السؤال مرة طيب في أرض استثمارية بغرض البيع والمنشأة دفعت جزء من القيمة للطرف الآخر المشارك أيوة ولكن صدر يعني صك قضائي أو حكم قضائي بإيقاف التملك إن القطعة الأرض في إشكال في الحالة دي البريسنس أو الإظهار حقها ضمن وصول بغرض البيع أو استثمارات بغرض البيع ولا يظهر الطرف المشارك مدين ثم مدينة لازم المدينة لأنه ما المدينة ما حد امتلكها ما حد امتلكها very simple ما حد امتلكها حيصل هنا المبلغ بدل ما تقول وصول لا المدينة الطرف الثاني أنا حد امتلك المبلغ ده مني أي نعم نعم أي حبيبي أستاذ طلال
استاذ احمد خلاص الظاهر ها سؤالك يعني الجاي يصهر في طرف مدين بس الو ايوه يا عم السلام عليكم السلام عليكم احمد حسن صوتك بقطع شويه الو تفضل استاذ طلال معانا ايوه السلام عليكم استاذ طلال وعليكم السلام ورحمه الله الله يخليك استاذ عمر انا سؤالي ما بعرف لو برا الموضوع ولا انا بالنسبه للادفانس اللي بناخده من العملاء نحن بنشتغل مشاريع بتاعت السي سي 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 تي في والاكسس كنترول مرات الشركات بتدفع عليك مقدم والمشروع يمكن خلال السنه بيتفوتر ما بتتعدى يعني ما بتمشي للسنه اللي بعدها غالبا ما يتفوتر خلال السنه الادفانس انا دائما بحطه في حساب اسمه ادفانس بايمنت ريسيت هل انا بالضروره هنا يتعامل بالمعيار بتاع الريفينيو انه مفروض احط كونترا ليابيليتي واشياء زي دي ولا طالما ما بتتعدى السنه لا لا هذه بتتحط ليابيليتي عليك يا طبعا المبلغ ده ليابيليتي عليك لانه عشان كده نحن في مبدا الاستحقاق يعني ما انت لا يحق لك انك تسجل الريفينيو الا بعد ان تستحقها كيف تستحق الريفينيو عن طريق ايش تسليم العميل البضاعه طيب انت استلمت الدفعه منه هل سلمت البضاعه ولا سلمت خدمه يا طلال لا انا ما سلمت بس انا بتكلم عن تسجيل ال ما قاعد اسجل من ما قاعد اسجل الى حساب الدفعات العملاء دفعات العملاء دي بتكون مع الليبيليتي ايوه ايوه صح بتكون مع الليبيليتي ايوه ما هو ده الليبيليتي انت مقابله هتقدم خدمه في المستقبل ايوه صح وهتكون ليبيليتي عليك ايوه ده اللي انا قاعد اسجله الان لكن انا سؤالي انه هل لازم لازم تكون طبق المعيار بتاع لازم هو الاستحقاق الاستحقاق عباره عن ماذا الاستحقاق عباره عن انه هل استوفيت كل شروط الاستحقاق حسب متطلبات المعيار والا كان كل واحد جرد ما يستلم مبالغ يعني ما يستلم بضاعه ولا يعمل اي شيء يعمل لدني يكبر الايراد بتاعه فلا بد انك انت ايش تكمل عمليه عشان كده نحن في المعايير بيقول لك هذه القوائم الماليه معده بناء على مبدا الاستحقاق مبدا الاستحقاق يعني معناها ايش معناها نحن ممكن نسجل ايراد من قبل ان نستلم القيمه المقابله سجل ايراد قبل ان نستلم القيمه المقابله اذا سلمنا العميل البضاعه ولم يدفع لنا في هذه الحاله انا بسجلها ايراد لاحظ الحكومه شغاله الله طلال فتح مجال عجيب الحكومه شغاله كاش سيل شغاله كاش يعني الحكومه ما بتسجل ايراد الا بعد ان يعني تستلم المبلغ حتى في الحال اللي زي تحت حالتك دي العميل سدد مقدم الحكومه على طول بتسجل ايراد هنا هل استحقت المبلغ هل استحقت الايراد لا لم تستحق الايراد لكن لانه هم شغالين كاش بيزنس الاكل والبيزنس بيعكس فعلا الايرادات بطريقه سليمه بيعكس نشاطك الذي قمت به اما الكاش بيزنس بيعكس اللي هما التحصيل الجانب النقدي عشان كده انا بقول لك افصلوا ما بين الاثنين كل واحد من هذول عنده شروطه شايف فالعمليه اللي استلمتها من عميل مقدم حد هسجلوها الليبيليتي عليكم بس معلش انا تفضل يا طارق يعني مساله انه انا اسجلها حساب اسمه ادفانس بايمنت ريسيت هل ده معناه انا طبقت المعيار ولا المفروض يكون اسم الحساب اسم غير كده ما تكون بس بعدين انت لو فتحت لا وتبر الاسم
الاسم المفترض انه يشير لانه هاي الدفعات من العملاء. ايوه والمفترض انه تصنفهم على التزامات. ايوه اوكي. دكتور الاسم اللي هو نعم حبيبي. بس اضافه بسيطه في موضوع الدفعات المقدمه، هو بيسجل دفعات مقدمه وما عنده اي مجال غير انه يسجل دفعات مقدمه، دي واحد. المبلغ ده بيتخصم كيف في خلال عمر المشروع؟ المبلغ هذا بيتحول الى ايرادات، يعني لما تطلع كل ما تقدم مستخلص. بالضبط. نعم اشتغل مستخلصات. المستخلص بالضبط. المستخلص بيسجل عباره عن ايراد. المستخلص ده بيكون فيه خصمين في الواقع العملي. لو انت استلمت دفعه مقدمه في الاول من العميل ده 20%، حتلقى اوتوماتيكلي العميل لما نجي يسدد لك اول حاجه بعد ما يتثبت الايراد في عمليه السداد حيخصم منك 20% دافع عليك دفعه مقدمه هناك. يعني الدفعه المقدمه دي تراكميه او تواتريه، حتلقاها مع كل عمليه مستخلص حتلقاها بدات تتغلص. دي واحد. وفي كل عمليه مستخلص بيكون في شنو ريتينشن بيكون موجود معك. يعني الدفعه المستخلص بيكون فيه خصمين، خصم من الدفعه المقدمه وخصم كريتنشن بيحسب عليك اللي هو في اخر المده كشنو كضمان حسن التنفيذ. ده الاثنين ديل عندهم علاقه بعمليه السداد، لكن المستخلص عباره عن ايراد من حساب العميل الى حساب الايرادات. بعد ذلك بيخصم مبلغ من الدفعه المقدمه بنفس نسبه استلامك للدفعه المقدمه الاجماليه، بيخصم من الفاتوره وبيخصم الريتنشن وبسدد لك الباقي. ده بيحصل في الواقع. هل هناك والله الاسئله كثيره لكن الوقت شويه مشى، بس ندي فرصه يمكن اخيره للاستاذ محمد الفاتح. عليكم دكتور عمر، انا عندي سؤال. صوتك بعيد. الو في سامعني؟ فاتح. ايوه نعم سامعني كده يا حبيبي. اذا سامعك يعني. طيب اذا كان انا عندي اصل اشتريته بالاقساط وعليه فائده، هل ممكن اسجل الاصل بالقيمه مع الفوائد ام بالقيمه السوقيه؟ ما داير اقول. نعم دكتور ابراهيم الميكروفون. لا دي اللي هي دي اللي هي بسموها البريزنت فاليو. البريزنت فاليو بسجل المبلغ. ما هي البريزنت فاليو؟ هي عباره عن خصم للدفعات المستقبليه، ودي لازم نحن نشرح البريزنت فاليو دي. لازم اللي هو حنخصص لها ربع ساعه عشان الجماعه يحسبوا كيف البريزنت فاليو، لانها بنستخدمها كثير جدا وبترد كثير جدا في كل الاسئله، فبتدخلها معاك. العموله هذه بتدخلها من ضمن الدفعات، وبتدخلها بعدين كيف؟ كعموله عليك. ولما تجي الدفعه نفسها بتقسمها لجزئين، جزء يسدد العموله وجزء يسدد القسط حق الخاص بالايجار. يعني استاذ لؤي استاذ لؤي بسرعه معليش، عندك سؤال؟ لا معليش ان شاء الله، بس عندي مداخله بسيطه في سؤال الاخ حول الشغل بتاع المشاريع دي. تفضل استاذ لؤي. ما سامعين، ما في صوت. لا لا قال قال كان اللايبيريت كانها لايبيريت عليهم. بتكون بسموها بيرسنتج اوف كومبليشن، على حسب نسبه اكتمال المشروع بيعترفوا بالايراد، بيسجلوه كايراد مؤجل. شفت الناس بيشتغلوا كده. نعم. صح. بعدين شباب كل هذا كل اسئلتكم هذه كل الاسئله هذه حنغطيها في سكشن A. أنا متأكد كلها حنغطيها في سكشن A. يعني كيف تعمل
كيف تعمل المشاريع، محاسبة المشاريع، محاسبة التقسيط، محاسبة البيع والشراء في نفس الوقت. يعني دي كلها حنغطيها بعدينك في التريزن بالي بتاعت الإيجارات، دي كلها هتغطى في الكورس. أنا عشان كده سكشن A من الحاجات المهمة جداً أنه الواحد يعرفه، هو الأساس. عشان كده قلت لكم إيش، ببدأ بسكشن A بعده حتى أقدر أمشي على الأجزاء الأخرى، لأنه كل الأجزاء الأخرى تحتاج سكشن A. وسكشن A بيحتاج البليزنت فاليو، لذلك إيش هنضطر أنه بعد ما خلص الانترودكشن دي هنضطر أنه نشتغل نحسب نوريهم كيف بيحسبوا البريزنت فاليو أو القيمة الحالية. الأساس أنه المحاسبة اليوم في هذا الزمن بتعتمد على كثير جدا، تعتمد على حساب القيمة الحالية، وهذه من الحاجات المهمة جدا اللي هو اللي حنتعرض لها. فلا تخافوا، الموضوع إن شاء الله جاي زي ما قلت لك. والله البحر لسه يا دوب أنت في شاطئ البحر، لسه ما دخلت، لسه يا دوب بتبص على الموجود هناك في الداخل. ففي أي أسئلة ثانية؟ نكفي المحاضرة على كده؟ أشوف نلتقي الثلاثاء في نفس الوقت إن شاء الله. ماشي يعني. بارك الله فيكم يا جماعة. يعني حابين بس أستاذ هشام، هشام يونس. يا دكتور هلا مرحب. حبيبي يابا. تدينا رأيك كيف الأونلاين؟ هل الشرح واضح؟ الأمور واضحة؟ لا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني الجماعة طبعاً يعني متخوفين من الأونلاين. طبعاً الأونلاين جربتوا هالحين، أنتوا الجروب رقم 5، الحين أنتوا الجروب رقم 5، جربناه مع 4 جروبات ووجدنا أن الأونلاين أفضل من اللايف، أفضل من اللايف. ليه؟ لأنه وقت عليك وقت كبير جداً. الأونلاين يعني ما محتاج أنك أنت يعني تطلع مشوار وتجي راجع والبريكات واللحمة والدوشة هذه. وجدنا أيضا أن الأونلاين العيب الوحيد فيه أنه ربما الشخص يأخذ الأمر يعني الأمر يعني ما بجدية، ويعني يمشي بعيد عن المحاضر. عشان كده في بعض الأحيان نحن بنضطر أنه إيش نأخذ عينات. مثلاً أتصل على هشام، أنا ما اتصلت عليك يا هشام عشان والله عشان هذا الغرض، بس اتصلت عليك عشان يهمني جداً رأيك. الله يحفظك يا دكتور يا أخي. فنحن بنقول إيش، نقول مثلاً بنأخذ الجماعة واحد واحد نشوفهم هل معانا ولا ابعد مشى بعيد عن الكمبيوتر. ايوه تنبيه يعني تنبيه. الواحد ممكن يبعد، في مغريات كثيره جدا ممكن الطفل لك يجي جنبك تمشي تلعب معه، ممكن التلفزيون فيه مباراه تمشي على التلفزيون وتتركنا. بتجيك مكالمه او بتجيك مكالمه هاتفيه لك تقعد تشتغل فعشان كده نحن بنكون إيش؟ بنكون يعني بناخد عينات من الناس وما معروف من اللي حناخده، بنسأله على طول أو نخليه يشارك معانا في المحاضرة عشان نتأكد أنه هو مواصل معانا. يعني فالناس تعمل حسابها أنه يعني إن شاء الله تعمل حسابها على أنه ربما في أي لحظة نتدخل ونسألكم. أوكي؟ نحن في الأول الشباب في الأول بنمشي بطيئين شوية لحد ما نقدر نتأكد أنه الجماعة التغطوا اللغة الإنجليزية والتغطوا المادة.
حتى بعد كده ايش ممكن نسرع الوتيره شويه. فما يعني لا تقلقوا الموضوع ان شاء الله. انا بالنسبه لي بارت 1 هذا هو الاساس، هو مرحله الاساس، مرحله بناء البروفيشنال ممبر، مرحله بناء بناءك انت ك بروفيشنال اكاونتنت. فما بتهاون في بارت 1، ما بلعب فيه بارت 1 يعني بشرحه من المستويات الدنيا وبطلع معاك على اساس انه في النهايه تمشي بارت 2. بارت 2 حاليا انا عندي يعني جروب ثاني شغال معه بارت 2. يعني الحين بنمشي بسرعه 100 سلايد في الليكشر الواحد، 100 وبتكون مفهومه بالنسبه لهم، لانه هذول وصلوا مرحله ليس مرحله البطء. ما عايزين ايش؟ دير استوعبوا، عايزين معلومات والمعلومات تكون مترابطه مع بعضيها. انت ربما اول 10 ليكشرز ربما نكون بطيئين، لكن بعد العشر ليكشرز انا متاكد حيكون حتى طريقه التفكير حتتغير، المعلومات اللي اخذتها حتكون ثبتت لك معلومات سابقه كنت عارفها لكن تثبتت واصبحت بطريقه يعني اكثر نضجا عندك. فبجميع الاحوال يعني لا تقلقوا، ما تقلقوا تقولوا لا والله احنا حنخلص 200 والله. وبعدين ايش؟ ما عايز واحد يجي يقول لي والله نخلص 200. لو عايزين نخلص لك في ظرف اسبوع والله اخلص في ظرف اسبوع. لو عايزين اخلص في ظرف شهرين بخلص في ظرف شهرين. حسب ايش؟ حسب البرنامج. لكن البرنامج انا واضعه وطريقه التدريس واضعه وعارف 200 اسرع ومتى بطي ومتى اسال يعني ومتى انا اللي اقدم. وما تخاف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خبره يعني الحين كبيره جدا في الاونلاين ونتمنى انه يعني تستفيدوا، هذا هو الاهم. اوكي استاذ الف شكر، الله يحفظك. شكرا لكم جميعا، نراكم ان شاء الله يوم الثلاثاء في نفس الموعد. الله ما شاء الله عليكم، والله محظوظين والله معكم استاذ طاهر، معكم الدكتور ابراهيم، يعني جروب محظوظ والله، والله جروب محظوظ طبعا ان شاء الله. يلا في امان الله، بارك الله فيكم، تصبحوا على خير.